سنة بدفعة 135 فلسطين الأرض الطاهرة، التحقت بدورة التدريبات العقلية الحمد لله رب العالمين، إنه هذا فضل من ربنا كبير علينا جميعا الحمد لله رب العالمين. حفظت القرآن 8 أيام والحمد لله رب العالمين. حفظت القرآن 8 أيام، حفظت أكثر من 70 حديث خلال نص ساعة، وحفظت 40 النووية الحمد لله رب العالمين، هذا فضل من الله وفضل التدريبات العقلية. تمام. في سؤال تاني؟ ما شاء الله عليك، ما شاء الله تبارك الرحمن، كل التهاني والتبريكات لك غاليتي بهذا الإنجاز العظيم، ما شاء الله تبارك الرحمن، هنيئا لفلسطين بك غاليتي. هذا الإنجاز سبقه إنجازات عديدة، إنجازات متوالية، ابتداء من 6 ساعات غاليتي إلى هذه اللحظات، حدثينا بإنجازاتك التدريبية. من 6 ساعات كم بدأتي؟ الحواجز التدريبية إلى آخر حاجز، كذلك القراءة البصرية والحفظ الكمي. إن شاء الله. بداية حاجز 6 ساعات اللي أول واحد تقيمنا فيه، صراحة ما حفظت شيء الحمد لله رب العالمين، بس حفظت 3 أسطر دخلت بعدين حكوا يعني انه معلش يعني لو انه احنا مش هدفنا انه تتأذوا يعني من نفسكم، فانه كملت والحمد لله. بلشت المحاضرات وبلشنا باول حاجز، اول حاجز كان كتير رائع عن جد، يعني هو صح كان 1.5 ساعة وخلصت الصفحة ب1.5 ساعة الحمد لله رب العالمين، بس عن جد انا كتير كنت مبسوطة وما كنتش متوقعة عن جد يعني انه خلصت ب1.5 ساعة. طب أنا 3 أسطر ما حفظتهمش ب6 ساعات، وهيك يعني كنت بدي أعيط 6 ساعات يعني وقت طويل، بس الحمد لله رب العالمين خلصت حاجز 1.5 ساعة بعد المحاضرة من الدكتور، بعدين إجينا على حاجز 1 ساعة والحمد لله كلهم اجتزتهم. يعني استغربت يعني إنه طب أنا ما كنتش يعني كيف صرت، الحمد لله رب العالمين، هذا بفضل الله وبفضل المحاضرات تاعت التدريبات العقلية. ووصلت أنا لحاجز 5 دقائق سمعياً الحمد لله رب العالمين، وصلت لحاجز 3 دقائق بصرياً، ب10 دقائق حفظت 6 صفحات، ما بين 6 صفحات و7 صفحات الحمد لله رب العالمين. القراءة البصرية صراحة وصلت خلال 10 دقائق 250 صفحة، مش قادرة أكمل يعني إنه أكثر، يعني إن شاء الله بجيب إن شاء الله. في كمان إشي أحكي عنه أستاذة؟ نعم غاليتي، نريد إنجازاتك أيضا في القراءة البصرية ومتواليات هذه المهارة عليك، وكيف استفدت منها في الحفظ وتسريع الحفظ والتخلص من الشتات الذهني؟ الحمد لله رب العالمين، أنا صراحة كنت إنسانة مخي أصلا مش معايا، فيش أصلا فيش مخ، كان يعني الحمد لله رب العالمين رجع لمخي، وحتى يعني صراحة كانت أمي تحكي لي أمي مثلا اعملي شغلة أكون أنا حتى أنسى إنه هي طلبت مني، نقعد يعني هيك تحصب علي شوية. بالآخر الحمد لله، وحتى كنت دائما أكتب على ورق، بس الحمد لله تخلصت من الورق وتخلصت من القلم، بس هذا يعني إنه أنا بحب أستخدم القلم بإيدي بس إنه ما بكتب. تمام. الحمد لله رب العالمين. القراءة البصرية قلت لك خلال 10 دقائق، بداية 13 صفحة، يعني أول مرة ما أخذنا القراءة البصرية 13 صفحة قرأت، ما قدرت يعني هيك استغربت 13 صفحة، في ناس ما شاء الله كانوا أكثر، فإنه أنا قلت لا عادي معلش يعني تاني مرة. بعدين أخذنا التدريبات، على فكرة اليوم بأخذهم كل يوم التمرين الأول والتمرين الثاني تبع التوسيع البصري، فإنه الحمد لله رب العالمين وصلنا لهذه المواصيل، ما كناش نتوقع إنه نوصل لهيك، الحمد لله رب العالمين الحمد لله. والآن بالقراءة البصرية وصلت 250-270 يعني تقريبا هيك خلال 10 دقائق. في غيره؟ كيف استفدت من هذه المهارة على وجه الخصوص في مجال دراستك وتسريع القراءة لديك، والدورة بشكل عام كيف استفدت منها في مجال الدراسة؟
الدورة ما شاء الله، يعني الحمد لله. بقول لك العقل عن جد رجع للإنسان، يعني عن جد هو كانت كورونا قبل سنتين، فإنه كلنا قعدنا على المدارس وكلنا يعني ما بندرس وما ما بشتغل يعني عقلنا صراحة، فإنه هيك حسيت إنه بلد عقلي، صار في خمول يعني هيك مش طبيعي عن جد، مش هيك فإنه حسيت إني أنا بدي أدخل بهيك دورة، فإنه دخلت الحمد لله رب العالمين، وكنت متشجعة وكنت عارفة إنه الحمد لله رب العالمين إنه راح أوصل لهذه المواصيل اللي أنا وصلت لها الآن، وأنا مبسوطة وفرحانة الحمد لله. الله يرضى علي الدكتور علي، فإنه ساعدتني بدراستي كتير، يعني على السريع صرت ألمح الصفحة على السريع هيك لمحة، صفحة الجامعة الدراسة تبعتي، بدرس قانون أنا إن شاء الله، صرت ألمحها لمحة يعني، بعدين أرجع أقرأ الإشي يعني كأنه فايت علي قبل هيك، يعني ما أطولش نفس ما أنا كنت بالصفحة، يعني بصفحة الجامعة كنت يعني هيك نص ساعة أقعد بالصفحة وأقعد أكرر، ما أقدرش يعني أحس حالي إنه أنا ناسية، فإنه الحمد لله التكرار، الدكتور علي قالنا إنه التكرار لا مش مفيد، فإنه عن جد صرت ألقط الصفحة من مرة ومرتين يعني تقريبا إن كثرت، فإنه الحمد لله رب العالمين. والقرآن كمان زي من مرة من مرتين الصفحة تكون الحمد لله رب العالمين جايباها، أي إشي يعني صرت أشوف الحمد لله الحمد لله، صرت أحفظه، حتى كل إشي يعني كل إشي بطبقه بحياتي بستخدم عقلي وبستخدم الحفظ اللي هو الحمد لله رب العالمين، يعني جاوب معاي، انبسطت الحمد لله الحمد لله. في إشي تاني؟ المهارة السمعية يا سندس، كيف استفدت منها؟ الحفظ السمع، نعم صراحة المهارة السمعية ما عمريش يعني سمعت من قبل عنها، ما بعرف، بس الدكتور علي قال إنه هذه فترة إحنا لازم هي تكون عندنا من قبل هذا الإشي، فإنه المهارة السمعية حفظت أنا، كانت المندوبة تبعت فلسطين أستاذة عائشة الله يوجه لها الخير، كانت يعني هي متابعة معنا من قبل ما إنه نبلش في الدورات في المحاضرات، فإنه كانت تقول لنا كل يوم بدكم تسمعوا 50 صفحة أو 100 صفحة، فإنه أنا كنت أسمع بس ما كنتش أعرف لشو هذا الإشي، فإنه عادي كنت أسمع كلامه أي كلمة بيحكيها الدكتور أو المندوبة تبعتنا الله يوجهها لها الخير، فإنه أنا كنت أعملها، فبقول لك إنه 50 صفحة كنت أسمعهم. لما إجا الدكتور يحكي عن المهارة السمعية وإنها هي هذه فطرة ربانية عندنا، انه احنا نسمع اي شغله نسمعها تنحط بعقلنا وتنحط بذهننا، وانه الصحابه كانوا رضوان الله عليهم جميعا، انه كان هدول الصحابه كانوا من اي شيء يسمعوا على السريع يحفظوه ما ينسوا، ان شاء الله ربنا هيك يجعلنا من الصالحين والأتقياء يا رب العالمين، فإنه المهارة السمعية أنا وصلت لحاجز ال5 دقائق الحمد لله، كل حاجز كنت أكسر ساعتين ساعة ونص ساعة الحمد لله، كل واحد كنت وكل يوم كمان كنت أحل الواجب، يعني الحمد لله رب العالمين هذا إشي كويس، فإنه وصلت لحاجز ال5 دقائق سمعيا، حاجز 3 دقائق بصريا. في إشي تاني؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله زادك الله من فضلنا عن هذه المهارة من لا مهارة، لو نستطيع أن نغتنم الأوقات البينية في استغلال هذه المهارة الفطرية، مهارة الحفظ بالسماع. ماذا عن ورشات الحفظ الكمي في حفظ الأحاديث؟ كيف كانت النظرة لديك للحفظ الكمي في مدة زمنية وجيزة؟ هل كان لديك خوف، توتر، قلق ينتابك؟ والآن هل ذهب هذا الخوف والتوتر من الحفظ الكمي؟ وما أثر هذه الجلسات للحفظ الكمي في حفظ كلام سيد الأنام؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وكم كان لها الأثر في نفسك وتوجيه السلوك والأخلاق والاستشهادي بها؟ بداية الحفظ الكمي كتير كان رائع، بداية وكل بداية صعبة، كل بداية لأي شخص أيا كان، يعني أيا كان حتى لو كان أي كله صعب صراحة،
تصعبت، بس إنه هيك أنا حابة إنه أنا أوصل لهذه المواصيل، فإنه لما أنا حبيت هذا الإشي فإنه كنت واثقة جدا في كلام الدكتور، فإنه كنت يعني هيك مطمئنة، يعني هيك مرتاحة هذه البال، فإنه الحمد لله رب العالمين. كانت الصعوبة قليلة جدا علي. أول مرة بالحفظ الكمي أخذنا 40 النووية بعد المحاضرات، أخذنا 40 النووية. 40 النووية حفظتهم 45 دقيقة تقريبا. بعدها بكم يوم دفع محاضرتين أخذنا حفظ كمي 70 حديث. حفظت 70 حديث بوقت أقل من 40 حديث، فإنه الحمد لله رب العالمين. حفظتهم 30 دقيقة الحمد لله رب العالمين 70 حديث، فإنه كنت يعني كلهم صراحة، يعني ما كنتش من قبل إنه جاي على بالي انه احفظ حديث او إشي، يعني فانه كلهم كانوا جداد، بس الحمد لله يعني انه كثير لطيفين، من مره او من مرتين الحديث كنت احفظه، يعني الحمد لله رب العالمين. ليش الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هذا فضل من الله وتوفيق الله عز وجل. ماذا عن المحاضرات بصفة عامة، كم كان لها الأثر في وصولك لهذا المستوى وتألقك أيضا في التدريبات والتصاعد في النتائج والتحسن المستمر لديك بصفة عامة، وما أهم محاضرة بصفة خاصة لمعت في ذهنك؟ محاضرات الدكتور علي، كلام الدكتور علي كله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يعني عن جد هيك على السريع هيك بفوت على القلب، يعني على السريع بيعمل هيك انه خلص صح هذا الكلام اللي عن جد انه انا كنت بستنى فيه من 19 سنة قبل، الحمد لله رب العالمين. فانه كل المحاضرات كانت ما في استثناء، كله كان يعني صراحة 19 سنة لسه ما بعرفش حاجة، فانه كان كله علم جديد علي، يعني ما كنت بعرف اشياء زي هيك، فانه كلهم يعني تقريبا ضايلين راسخين بعقلي كمان. فالحمد لله رب العالمين. اكثر محاضرة عجبتني يعني هيك، يعني إنه نفسي أصير زي يعني لما كان يضرب لنا أمثال، يعني دكتور علي أمثال الصحابة إنهم كانوا يقرأوا القرآن بركعة واحدة ويقرأوا القرآن عن غيب بيوم واحد، هذه المحاضرات هي اللي أثرت في كتير، يعني ضالي راسخة بعقلي، لأنه أنا بدي أصل لهذه المواصيل وأسرد القرآن على جلسة واحدة، وإن شاء الله يعني هذه أمنيتي بالحياة من قبل، يعني ما أفوت للتدريبات العقلية. كانت يعني سؤالي لربنا كل يوم، كل يوم بصلاتي بعبادتي بركعاتي بسجودي أدعي لربنا يا رب إنه أسرد القرآن على جلسة الواحد، عن جد مش عارف خلص محبة من الله، فإنه إن شاء الله ربنا يكون معي ووفقني وأكون يعني من أولياء الله الصالحين. إشي ثاني؟ اللهم آمين، أسأل الله أن يثبت القرآن في قلبك ويطلقه على لسانك. ما شاء الله عليك، ما شاء الله تبارك الرحمن، وهذا ليس ببعيد إن شاء الله تسردين في قاع السرد بإذن الله عز وجل. ما شاء الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله. ماذا عن سلسلة محاضرات إعطال الذاكرة، كم أثرت في نفسك هذه المحاضرات؟ سلسلة إعطال الذاكرة هي صراحة أصلاً ما كانش في ذاكرة عشان تتعطل عندي صراحة، فإنه سلسلة إعطال الذاكرة يعني عن جد يعني كله قلت لك إنه كله كلام جديد علي، وكنت أستغرب إنه حتى كمان لما كان يحكي لنا إنه عن الأكل إنه إيش بعمل في الذاكرة، عن هذه يعني الأمور اللي كان يحكي لنا عنها الدكتور، فإنه كله كلام جديد علي وكله تعلمت منه الحمد لله رب العالمين، وخلص فيها عن إعطال الذاكرة. نعم، يعني تجنبتيها، تجاوزتي هذه المسببات وابتعدتي عنها كي لا تبني من جهة وتهدمي من جهة. نعم، ما شاء الله تبارك الرحمن، زادك الله من فضله
ماذا عن تقنيات المرحلة الثانية، تصفير الأخطاء والحفظ الاستدلالي والحفظ المجنح والتخلص من فخ المتشابهات؟ كم كانت معينة لك للتخلص من عيوب الحفظ والضبط والإتقان قبل الشروع في جدول العد التنازلي؟ صراحة بأبلش المتشابهات. المتشابهات هاي لما حكى الدكتور أنا أول إشي كنت خايف إنه عن جد راح أتخربط بالمتشابهات، فإنه لما قال الدكتور لا احفظوا الصفحة نفس ما أنتوا شايفينها قدامكم، فإنه يعني خلص يعني أنا بحب أسمع كلام الأكبر مني، فإنه حفظت الصفحة زي ما هي وخلص. يعني المتشابهات هذه ما تقلتش منها كثير الحمد لله رب العالمين. شو كمان قلتي نسيت أخبر الله العظيم. نعم، فخ المتشابهات والحفظ الاستدلالي والصلاة بالمحفوظ. الحمد لله رب العالمين، بما أنه الدنيا رمضان كنت أصلي أنا وإمي، وكنت أنا الإمام يعني نصلي أنا وماما، وكنت أصلي عن غيب يعني صفحة أحكيها الحمد لله رب العالمين عن غيب. يعني هذا إشي كتير حبيته، يعني أنا هيك في عندي صوت هيك شوي نقي، فإنه كان جميل يعني كنت أحب إنه أنا أكون إمام وهيك يعني الحمد لله رب العالمين. كمان إشي؟ نعم، ما شاء الله عليك، ما شاء الله تبارك الرحمن. هناك من يظن أن هذه الإنجازات فكراً على فئة دون غيرها، وأن البعض يستطيع أن يصل والبعض لا يستطيع. هناك من هو ذكي وهناك من هو غبي وغيرها من هذه التصورات الخاطئة. هل كان لديك أي من هذه التصورات الخاطئة؟ وماذا ترد على من زال حبيثاً لهذه التصورات؟ عفواً صوتك قطع. صوتك قطع ولا شو؟ تمام، أنا رح أكمل. صراحة لا، هو الدكتور علي الله يرضى عليه يا رب ويوجه له الخير حكى إنه كلنا سواسية، كلنا إلنا عقل واللي إله دان وراس بيسوي زي الناس. تمام، هاي يعني إنه ضلتها الجملة في عقلي عن جد، يعني صح كلامه. فإنه يعني ما في إنه يكون هذا ممكن إنه يعمل وهذا مش ممكن إنه يعمل، كلنا اللي إحنا أنا بدي أحط هدف قدامي بدي أوصل له إن شاء الله، لو كان إيش ما كان في معيق أنا بدي أوصل لهدفي لأنه أنا حاطط هذا الهدف براسي. وإن شاء الله يا رب بدعي ربنا كل الأشخاص الموجودين في التدريبات العقلية يا ربنا يعطيهم وصلهم لأهدافهم ويعطيهم سؤلهم يا رب العالمين. أما إنه قصة إنه حدا يوصل وحدا ما يوصل هذه ما دخلت بعقلي أبدا، ما دخلت لا 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 أبدا، كلنا بنقدر نوصل بما إنه إحنا في نية بقلبنا إنه إحنا نوصل الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يا رب. ما أهمية هذه الدورة لطلاب المدارس وطلاب الثانوية العامة تحديدا وكذلك طلاب الجامعات؟ يعني الانخراط في هذه الدورة سيكون السبيل للتفوق والتحصيل العلمي المرتفع لديهم؟ نعم، صراحة أنا بنصح أي حدا يفوت بتدريبات العقلية أول شغلة يفوتها ما يفوت لا مساق أي من أول مساق يفوت مساق القرآن الكريم، لأنه سبحان الله عن جد يعني إذا أنا حفظت القرآن الكريم رح يسهل علي كل أمور الحياة سواء كان دراسية أو عملية أو أي مجال من مجالات الحياة كلها. إذا بدك أنت تنجح بحياتك عليك بالقرآن عن جد، يعني صراحة هذه. وإذا أردت أن تعلم هاي في كان يحكيها الدكتور، إذا أردت أن تعلم ابنك كل شيء فعلمه القرآن، فإنه لما تتعلم كل شيء تعلم القرآن. هاي يعني إنه أفضل شغل، يعني إنه نبلش بالقرآن بعدين يعني هيك نروح بمساقات تانية. كثير مفيدة دورة التدريبات العقلية الحمد لله، ما من أول ما سجلت بدورة التدريبات العقلية ولا بحياتي ندمت إنه لا
ليش أنا سجلت أو صار عندي يعني تذمر، يا الله إني مثلا إني دفعت فلوس مثلا إنه هو بينفع. لا عن جد سبحان ما شاء الله سبحان الله، ولا مرة تذمرت ولا ندمت إنه أنا دخلت بهذه الدورة. الحمد لله رب العالمين، يا رب يجعل كل إنسان يهدي ربنا ويبلش من هاي، تكون نقطة البداية، نقطة الصفر تبعته هاي الدورة، لأنه عن جد في هيك بتفتح أفق ومجالات كتير في الحياة عن جد. يعني كتير صار عندي طموحات، يعني بعد ما بلشت بهاي الدورة صار في عندي، أنا بحكي عن نفسي يعني، صار في عندي طموحات كتير كتير في الحياة، خصوصا بالعقل يعني. تمام، في سؤال تاني؟ نعم، الطموحات لم يعد لها سقف بعد وصولك أيضا لهذا المستوى، ما شاء الله تبارك الله. نعم، ما هي طموحاتك المستقبلية إذن؟ أول طموح يعني هذا، وين ما أجي بحكي، وين أي حيطة بكتب عليها، يعني أي مكان ممكن أكتب عليه، إني بدي أسرد القرآن على سرد واحدة ويثبت القرآن بقلبي. هذول التنتين يعني هذول الطموحات. الطموحات الدنيوية هذه كلها يعني مثلا يعني إنه أنا حابة أكون الأولى في دفعتي صراحة، يعني بقولكم حابة إني كثير أكون أنا الأولى على الدفعة. بدرس قانون، فإنه القانون هيك شوية يعني هيك في زخامة وتاريخ كل إشي يعني موجود بالقانون، فإنه حابة إني أنا أكون الأولى، وحابة صراحة يعني إنه أصير أنا إنه أعطي محاضرات وهيك، يعني إنه ما أتوترش يعني. فهذه كله التدريبات العقلية خلتني صراحة رفعت من عندي هذه كسرت عندي الحواجز. التوتر الدكتور حكينا عن التوتر، أنا كنت أرتك من الخوف دائما، فإنه الخوف والتوتر فإنه هدول يعني راحوا الحمد لله من عندي. فإنه طموحاتي إنه هيك يعني إنه صارت إنه بما إني بطلت أتوتر، فإنه خلص أنا بدي أصير قائد، أنا بدي أصير قدام الناس. يعني هو مش قدام الناس إنه رياء، لا 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 مش رياء، إنه بسم الله يعني إنه اللهم إنا نعوذ بك لا رياء ولا سمعة يعني، بس إنه خلص هيك حلو الواحد إنه يكون في عنده شخصية، في عنده هو ممثل يعني مجتمع، أكون يعني حابة أنا زي هيك يعني أكون ممثل مش ممثل تمثيليات، لا ممثل شعب، محاضر في عنده كلام، في زي الدكتور علي. نعم، أنت إن شاء الله تبارك الرحمن لديك هذه الشخصية القوية والثقة بالنفس، هذا يدل على شيء، يدل على أن لديك أصبح لديك مخزونا علميا هائلا، مفردات لغوية، وهذا طبيعي لحافظ القرآن أن يكون لديه هذا المخزون، لأنه لا يوجد كتاب على الإطلاق على وجه الأرض فيه مثل المخزون اللغوي المتوفر في القرآن الكريم. وأيضا كثرة محفوظاتك والضبط والإتقان لديك ساعدك وأعانك على الحديث والطلاقة والاسترسال في الحديث، وهذه من مكتسبات الدورة صقل شخصية المتدرب. أيضا للدورة في حياتك اليومية، ما هي انعكاساتها؟ ما سمعت، كان في صوت ما عندك، معلش تعيدي. لو سمحتي. نعم أنا أقول بالنسبة للدورة أثرت فيك من ناحية دراسية، يعني أنت كنت ما شاء الله متفوقة في الدراسة وتطمحي أيضا أن تكوني دائما الأولى، واختصرت الوقت والجهد في الدراسة، وكذلك سرعة الفهم والاستيعاب والتركيز، وهذا طبيعي أن تتحصل عليه من متواليات اكتساب هذه المهارات، لأنها تطور القدرات الذهنية وتصبح كفاءة عالية في عمل القدرات الذهنية. الآن في حياتك العملية، في نظام غذائك الصحي، في سلوكك، كم أصبحت أنت مؤثرة في من حولك، في أقرانك، في صديقاتك، في زملائك، بعد أن أصبح لديك كل هذه المكتسبات وغفرة المعلومات والمحفوظات، يعني بكلامك تستشهد بدليل، بحديث، بقصة، بشاهد مما كان يذكر الدكتور في محاضراتي من محفوظاتك التي حفظتيها.
صحيح. طبعا الحمد لله، يعني انه الحمد لله كمية المعلومات اللي انا اكتسبتها بهاي الدورة يعني كتير، كمية كبيرة مش طبيعية. يعني هم صح انهم كانوا شهرين، بس انه علم كتير كبير يعني كان. خصوصا دايما بحس حالي انه انا يعني 19 سنة لساتني يعني صغيرة، ولسه انه الحياة يعني هيك خلياني بدي العب يعني لسه بالحياة، فانه اعطتني علم كتير. خلتني دورة التدريبات العقلية عن جد خلتني الوقت، خلتني عن جد اللهم صل على سيدنا محمد دايما اطلع على الوقت، يعني احافظ على وقتي، اشوف قديش مثلا انا هذا الشغله مثلا انه انا قديش بدي اعملها، قديش كنت انا اعملها قبل وقديش صرت اعملها بعد. صرت اقارن حياتي قبل التدريبات العقليه وصرت اقارن حياتي بعد التدريبات العقليه، فانه الحمد لله في اختلاف كلي، يعني ليس جزئي ولا 50%، لا اختلاف كلي الحمد لله رب العالمين. فإنه هي كتير دورة التدريبات العقلية عن جد، يعني أنا بنصح كل صديقاتي، كل شخص أشوفه، يعني صراحة أنا كنت مسترة على هذا الموضوع لأنه كتير ممكن إني راح أسمع محبطين كتير حواليا، فأنا قلت لا بدي أخليه للآخر، يعني بعدين يعني أفصح عن هذا السر. يعني كنت لأنه الرسول سبحان الله استعينوا على قضاء حوائجكم بالطي والكتمان، فإنه أنا حبيت أخبي الأمر هذا، ممكن إنه من أمور دنيوية يعني الناس خلص. فإنه الحمد لله أنا لما أعلنت كل شخص صرت أشوفه أحكي له التدريبات العقلية عمالي. قبل شوية كنت طالعة كان في رجال كبير بالسن شوية كان يحكي يا الله والله إنه أنا بقعد بالصفحة 30 دقيقة بعيدة مش قادر بالمرة إنه يعني ترسخ بعقلي صفحة مش قادر. فأنا حكيت له دكتور لو سمحت، يعني انه انا حابب انه انت تستفيد كمان، فانه اعطيته رقم استاذه عائشه عشان يتواصل معه، وحكيت له انه انا طالبه من التدريبات العقليه وانا حفظت، صرت اوصل ما كنت ما حفظتش شيء بست ساعات وصلت بالحفظ لخمس دقائق ولا ثلاث دقائق، فانه اذا بتحب انت يعني انه انا حابه ادلك على خير، والدنيا ايام فضيله واي شغل ممكن انه انا بدي اياها يعني صدقه، اعتبرتها انه صدقه تكون. وفي اكثر 7 اشخاص تقريبا الحمد لله خليتهم يسجلوا بدوره التدريبات العقليه. وكمان موقف صار معي عن جد يعني حبيته كثير، امبارح رحت صليت بالمسجد، انا دائما بصلي بالبيت عشان يعني الدورة بحضر وبحب إني أقرأ قرآن في البيت. فإنه امبارح كانت إنه بيحكوا ليلة القدر وهيك ليلة عظيمة و27، قلت بدي أصلي بالمسجد. لما رحت صليت بالمسجد قطعت الكهرباء، فهلأ صوت الإمام يعني قطع عنا الحمد لله. هذا أكثر موقف مش رح أنساه بحياتي، فإنه أنا لما حفظت هذا لما قرأ الشيخ قطعت الكهرباء، هلأ ما حدا قادر يعمل إشي. فإنه أنا رحت كملت يعني الحمد لله الآيات، كانت من سورة الأحزاب، كان يحكي عن سيدنا زكريا، فإنه أنا كملت الحمد لله رب العالمين، كملت الآيات، بعدين إجت الكهرباء وكمل الشيخ لحد سبحان الله ما أنا وصلت الحمد لله رب العالمين. هذه كثير انبسطت صراحة، والحمد لله رب العالمين. خلص في كمان إشي؟ ما شاء الله عليك، نسبتي نفسك سفيرة للتدريبات، سفيرة ما شاء الله في فلسطين، ولكل من يستمع إليك الآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله تبارك الرحمن. إذا قدمي نصيحة لزميلاتك في الدراسة لكل غالي على قلبك، يعني كيف ستفيدهم دورة إنعاش العقل؟ دورة إنعاش العقل هي بمثابة إنعاش الروح،
بمثابة إنعاش، مش بس العقل، إنعاش القلب، إنعاش الروح، إنعاش للجسد كله عن جد، يعني بخلي حياة تانية، خصوصا إذا كانت، إذا اجتمعت إنعاش العقل مع القرآن. سبحان الله، ما شاء الله، يعني إنه إشي عن جد كتير إشي رائع صراحة. فإنه يعني بتمنى من صديقاتي، يعني إنه أنا بحب، يعني إنه أنا بحب أقدم الخير للناس بأي شكل من الأشكال، فإنه هذا خير كبير. يعني أنا لما مثلا يعني أحكي لحدا إنه في دورة التدريبات العقلية، راح تأثر على دماغه، راح يصير يستوعب أكثر، راح يصير يفهم أكثر. فإنه يعني إشي، يعني لما نصير كلنا، يعني الفرد بيمثل المجتمع، تمام؟ أنا هذه يعني إنه، فإنه أنا لما في الفرد هذا يكون إنسان منيح، وأنا معطياه علم، والدكتور علي هذا ما شاء الله، الله يا ما شاء الله، الله على الحسنات اللي هياخدها من ورا الأدعية اللي بندعي له. ويصير يعني إنه هيك ممثل للناس، يعني إنه اللهم صل على سيدنا محمد، يعني إنه هو ممثل لمجتمعه، وهو شخص يعني إنه مش ضعيف، لأ، عنده قدرة، عنده استيعاب، قادر على إنه يعطي. فإنه هذا إشي كتير منيح، وأنا بحب إنه أكون أنا أعطي الناس عشان يمثلوا مجتمعنا إن شاء الله، ويكون مجتمع هيك في عنده حنكة وفطنة وذكاء، الاستيعاب عالي هيك. لما أنا بدي أتحدث مع ناس تفهم، مع ناس واعية، مع ناس عن جد، يعني هيك الواحد أحسن. فإنه أنا حابة إنه الكل، أي شخص أشوفه يدخل بدورة إنعاش العقل عن جد. يعني إيش تاني؟ ما شاء الله عليك، الدال على الخير تفاعلي. أنت كيف تعرفتي على الدورة يا سندس؟ دورة التدريبات العقلية دفعة 132، أعتقد كانت أيامها كورونا، كنا قاعدين بالبيت ولا بندرس ولا عاملين، كنا قاعدين. فحسيت عن جد عقلي سكر، والله ما بحفظ ولا إشي. وحتى أيامها مستوايا بالمدرسة نزل، جبت 84 بتوجيهي، استغفر الله، مع أني كنت يعني 97 و99، بس إجت كورونا، بعدها إجت توجيهي الثانوية العامة، جبت 84. يعني قلت لا، مش منيح، فإنه لازم أجيب إشي منيح بالجامعة. فإنه على السريع قلت إن شاء الله، شفت دورة التدريبات العقلية على على الفيس، فإنه على السريع اتواصلت مع الأستاذة عائشة، قلت لها بدي أستاذ، لقيت يعني أكثر من حدا إنهم مخلصين 3 أيام 7 أيام، يعني إنه ما تفاجأت، لأنه عن جد ممكن، يعني إذا إنه أنا تعلمت وأنا تدربت، يعني كل إشي بيجي بالتدريب، يعني فإنه ما تفاجأت. فإنه على السريع أنا قلت والله لا غير أسجل بدورة التدريبات العقلية، فإنه كان معايا خاتم وأنا كنت ألبسة، حكيت والله لا غير أروح أبيع وأسجل، عشان أنا لما أدفع من حالي، يعني فإنه لما أنا أدفع من نفسي، فإنه أنا بكون متشجعة أكثر إنه دافع، فإني لازم أجتهد. يعني فإنه أنا رحت بعت الخاتم، ورحت سجلت بدورة التدريبات العقلية، وعلى فكرة والله ما بندم لا دنيا ولا آخر على هذا، يعني هذا الشغلة اللي أنا عملتها. خلص، يعني إنه هاي قصتي مع دورة التدريبات العقلية. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، ربح البيع، ربح البيع يا سندس، ربح البيع. والله إن شاء الله ربنا يعوضك بإذن الله بخيرا. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد، إن شاء الله ربنا يعطيك سؤلك ويعطيك كل ما تتمني، وتكوني من أوائل دفعتك بإذن الله، متألقة وفي مسيرتك العلمية، وتسردي المصحف من الفاتحة إلى الناس على جلسة واحدة، ونكون شاهدين على ذلك إن شاء الله. في كمان شغلة بدي أقول لك إياها، يعني إنه مرة كنت موجودة
بجامعية، فإنه كل يعني إنه هاي برضو بناخذ فيها دورات هيك، فإنه الدكتور حكى كل واحد لازم يعرف عن حاله ويحكي شو طموحه بهاي الحياة. فإنه الحمد لله لما إجا دوري أنا عرفت عن نفسي، أنا كنت مسجلة يعني قبل تقريبا شهر ونص تقريبا، فإنه كنت أدرس دورة التدريبات العقلية وكنت عارف إنه آخر رمضان الحمد لله راح أحفظ القرآن. فإنه اللي هو أنا حكيت أنا اسمي سندس إسماعيل نبهان، حابة أكثر طموح عندي نفسي أقعد على القرآن وأسرد جلسة واحدة، هذا الطموح اللي هو حكى طيب أنت يا سندس الآن على تحدي. الله يسهله ويوجه له الخير يا رب وين ما هو موجود الآن هذا الدكتور. فإنه أنت يا سندس الآن على تحدي، احفظي القرآن وأسردي على جلسة واحدة وعمرتك علي. يعني تخيلي إنه أنا حفظت القرآن وكده، يعني إنه سردته على جلسة واحدة وكمان رحت زرت بيت ربنا، فإنه يعني هيك كتير أنا مبسوطة الحمد لله رب العالمين، وهذا يعني إشي كتير حلو الحمد لله. ربح البيع، أنا أقول لك ربح البيع. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. فما بالك في من يقول اجعلوا هذه الدورة بالمجان وما إلى ذلك. لا 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 صراحة يعني لا والله كتير يعني بسم الله ما شاء الله، يعني إنه الجماعة بيتعبوا، المشرفين بيتعبوا، الدكتور علي عنده علم، يعني العلم ما مش أنا شفت علم ببلاش، هو العلم بيكون ببلاش. لا والله بتعرف لو تدفع كل مصاري الدنيا والله ما بيوفيها حقها هالدورة، لأنه عن جد خلقت إنسان، جعلت روح، خلقت قرآن يمشي على هذه الأرض يا جماعة الخير. لا لا عن جد ادفعوا ما تندموش يا جماعة التسويق. نعم يعني لأنه يعني حتى نعم. الرسوم هي زهيدة جدا لا تساوي شيء، يكفي أنها أيضا عضوية مدى الحياة، هذه ميزة أيضا يا سندس. صحيح صحيح أيوة. نعم ما رأيك بهذه الميزة التي توفرها إنعاش العقل، توفر الطلاقة القرائية بالمجان، وتوفر للمتدرب أيضا برنامج المعاهدة والترسيخ والسرد، وكذلك توفر له العضوية الدائمة ليتنقل بالمساقات، وإن شاء الله ستكون عالمة من علماء المسلمين، ونحضر لك ندوات علمية ودروس بإذن الله عز وجل، ويأتيك الناس من كل بقاع العالم إلى ساحة الأقصى ويستمعون إليك. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. لا يا جماعة الخير عن جد دورة التدريبات العقلية إنه لا ما تحكوا إنه هاي إنه دفعنا فلوس كتير، لا والله إنه ما بتساوي، إنه العلم اللي أعطتكم إياه والله ما بيساوي الفلوس اللي إحنا دفعناها عن جد. يعني إنه صراحة ساعتين الصبح الدكتور الله يعطيه الصحة ويعطيه العافية ويعني يعين ويقدروا على إنه يعطي أكثر من هيك، يعني الأشخاص اللي بعدنا واللي بعدنا، وإن شاء الله يعني كل الأشخاص يعني ياخذوا هذا الإشي. فإنه لا أبداً، والمشرفين اللي طول الوقت بيكونوا موجودين، والمشرفين بيكونوا موجودين واللي بيسجلوا لنا، والمحاميين كمان، أنا عشان محامية فإنه كل إشي بنزلوه بحب أشوف كلامهم، الله يعطيهم العافية ويقدرهم على فعل الخير كلكم إن شاء الله. وبتمنى إنه كل واحد ربنا يعطيه سؤاله يا رب، ويجعل كلنا نهتدي ونفوت على دورة التدريبات العقلية بعدين نكمل مسير حياتنا إن شاء الله، لأنه عن جد هي بداية حياة، إنعاش العقل، إنعاش الحياة كلها، مش إنعاش العقل وخلاص. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إن قسم الله لنا زيارة إلى الأقصى سوف نتشرف بزيارتك ونحتفل بك هناك في الأقصى. إن شاء الله. أنا من غزة. من غزة، غزة الأبية، غزة الأبية. ما شاء الله ما شاء الله. نعم هذا ليس بغريب أن يعني يظهر كل هذا الجمال والرونق. ما شاء الله تبارك الرحمن، من ابنة غزة الأبية. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، فك الله قيدها. لا حول إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله.
كمادة دراسية في الجامعة تخصصك الدراسي بحاجة إلى محفوظات وفي قوانين كثيرة يعني هالدورة يعني برأيك هي الحل الأمثل للتحصيل العلمي خاصة بهذا التخصص لك بصفة خاصة ولطلاب الجامعة بصفة عامة؟ صحيح، بصفة خاصة غيرت كتير، حتى يعني برضو كمان دائما بفوتوني التحديات. يعني زوج أختي قال لي خدي، جاب لي كتاب بنته وقال لي امسك هيات، ما زالك بتحكي انت حفظت الصفحة بخمس دقايق، خدي هاي صفحة معك خمس دقايق وبدك تحفظي لي اياها. قلت له اوكي تعال، هون قرات الصفحه نفس ما قلنا، يعني نفس التقنيه اللي قلنا عنها الدكتور علي، فانه الحمد لله يعني هيك اربع دقائق ونص كنت يعني مسمعه الصفحه، يعني ما شفتها قبل هيك الصفحه. يعني القران انه شفنا مثلا بالقراءه البصريه كنا نقرا، فانه مر علينا وكنا نسمع، لا بس صفحه بنته لا ما كنت شايفاها قبل هيك، فانه اربع دقائق ونص يعني ايش، كنت الحمد لله رب العالمين سرداله اياها، فانه حكى اوكي ما حكى شيء، يعني لانه عن جد انه كنت على حق حنيتها. نعم، يعني أسقطي هذه المهارات على مواد مختلفة لا علاقة لها بالقرآن ولم تريها قبل ذلك لأول مرة تريها. صحيح. ما شاء الله عليك، ما شاء الله تبارك الرحمن. نعم، هذه المهارات غير منتهية الصلاحية يا سندس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله عليك حماك الله. قولوا جميعا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن شاء الله ستكوني عالمة بإذن الله من علماء المسلمين. التصورات الخاطئة لديك يا سندس سابقا قبل أن تدخلي هذه الدورة هل نصفت تماما بعد المحاضرات مع الدكتور؟ التصورات الخاطئة عن الدورة ولا عن شو؟ لا، أنت كل شخص لديه تصورات خاطئة، مثلا أن هناك فروقات فردية، أن هناك مثلا كبير السن يعني لا يستطيع، هناك مثلا من يتابعنا يقول أن هذا لأنها صغيرة في السن أو مثلا مقتبل عمر، ذلك هي حافظات. أنت ذكرتي في البداية قلتي أنا تقريبا كنت أنسى كل شيء، ما كنت أتذكر شيء أبدا، يعني حتى أن والدتك تطلب منك بعض الأشياء تنسي ماذا طلبت منك وتغضب منك لذلك. يعني هناك بعض الناس لديها هذه التصورات وللأسف يعني يؤمنون بها ولا يستطيعون أن ينجزوا أو مكبلين لأنهم يقول أنا يسلك لنفسي أنا لن أقدر، هذه قدراتي وما إلى ذلك. ماذا تردي عليهم؟ هذا قلت لك أنا إنه لازم إنه كل شخص أيا كان العمر، لا هذا العمر فلتول، العمر هذا مجرد عدد، أما المهم أهم شغلة إنه العقل، يعني الهدف أنا حابة هذا الهدف يكون مثلا أنا بدي أحفظ هذا القرآن، بدي بهذه الفترة يعني نفس ما الدكتور يعني الله يسهل له يا رب قالنا إنه أنا عندي هدف بدي أوصل له، شو ما كانت الطرق شو ما كانت المعوقات اللي أنا هشوفها بحياتي، لا هذا هدفي أنا بدي أمشي عليه. وأنا صراحة كنت أستغرب لأنه دائما كانوا يحكي كبار السن إنه بسيبهم زهايمر ما بيقدروا إنهم يحفظوا نفس ما إحنا بنحفظ يعني بشبابنا، فإنه هذا الشغلة إنه كانت موجودة عندي خلص إنه كبر بالسن إنه خلص لا ما بحفظ، فإنه لما قال الدكتور لا ما في فرق بين العمر مجرد رقم، فإنه صح يعني عن جد نقدر. وأنا شفت أكثر من حد عمره 84 سنة مشارك بدورة التدريبات العقلية والحمد لله رب العالمين، ربنا من عليه وطبعا إنه خلص القرآن وحفظه الحمد لله رب العالمين، الله يجعلنا يعني من الناس الأتقياء يا ربي. فإنه لا ما في كل أي شغلة كانت خاطئة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، يعني إنه كله راح. بقرأ بالتعليقات بتوتر، بصير بدي أقرأ التعليق وبصير بدي أتكلم، فإنه ما شاء الله عليك التعليقات ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
كلامك جميل جدا وتجربتك يعني رائعة جدا جدا، الله وصلت إلى يسلمك. مستوى متقدم، مستوى رائع، نجاح مبهر. قلت لك عندما ذكرت قصتك كيف تعرفت على الدورة، وأنك بات الخاتم الذي تملكيه ربما له ذكرى معينة في حياتك، وأثرت القرآن على ذلك، فوالله ربح البيع، ربح البيع، ربح البيع. هنيئا لك، هنيئا لك، عوضك الله خيرا ما شاء الله. كيف لا وأنت نلتي شرف حفظ القرآن، الحمد نسأل لله. الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبته في قلبك وأن تكوني عالمة من علماء المسلمين. إن رسالة شاء لأهل الله. غزة، لأهل فلسطين الحبيبة، فلسطين الغالية على قلوبنا جميعا، حماها الله وغزة الأبية، كيف ستفيدهم دورة إنعاش العقل وأهمية هذه الدورة بالنسبة إليهم؟ بداية دورة التدريبات العقلية مش بس لقطاع غزة، مش بس لفلسطين، لازم يعني إنه كلنا كبشر كأناس لازم نفوت، يعني إنه يعني إحنا مثلا يعني بلا مؤاخذة يعني عفوا إنه إحنا بدنا ليش عايشين؟ يعني إنه بدنا نعيش ناكل ونشرب، لا والله لازم يكون في عنا عقل نفكر فيه، نشوف لنا حاجة كويسة نعملها في حياتنا، يعني نعيش ناكل ونشرب مثل البهائم، يعني لا والله لازم يكون في عنا عقل، فإنه مش بس لقطاع غزة، فإنه لكل العالم الله يهديهم يا رب ويفوتوا بدورة التدريبات العقلية، وكمان يحفظوا القرآن الكريم، لأنه عن جد على فكرة القرآن الكريم هو يعني كل ما أشوف آية عن جد يعني لو إنه إحنا كلنا نتبع القرآن الكريم والله إنه والله والله يعني وبكسر الهاء ولا أي شغلة إلا موجودة بالقرآن، يعني نعيش حياة كامل، الطلاق والزواج والميراث ويعني حتى ذكر ربنا، إنه ممكن أنا لما ما أذكر ربنا ممكن إنه أتضايق، طب وأنا طول أنا والله طول وأنا بدرس بهاي بالشهرين هذول ما تضايقتش بالمرة، قبل كل يوم كنت أعيط، يعني انه بقول لكم يعني هيك صار بينا اخوي، قبل دايما كنت احس حالي متضايقه وزعلانه لا هذه دوره التدريبات العقليه خلتني دايما سبحان ربي الاعلى، الدكتور حبيتها من الدكتور لما قالنا سنقرئك فلا تنسى، قبلها كان سبحان ربي الاعلى، فانه اكثر باليوم اكثر من 100 مره أكثر من 100 مرة، يعني إنه قاعد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، فإنه عشان يعني إنه يكون في عندي برضه فهم يعني وهيك أستعيب أكثر أستوعب أكثر، ويكون في عندي يعني دائما على الذكر والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله والحمد لله، يعني كثير 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 غيرت الشهرين هذول عن 40 سنة مش 20 سنة، مش شهرين وخلص يعني مش 60 يوم، لا هذول عن حياة كاملة، يعني فإنه صراحة كل العالم يفوت بإنعاش العقل. في كمان إشي أقوله، فأنا الآن سأقول لك بالله قولي لي أقرطاس تخطي به في حلة هو أم ألبسته الحللا، بالله لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت على أفواهنا العسل. لا أعرف ماذا أقول بعد هذا الكلام، وقفت الكلمات ووقفت التعابير كلها. حفظك الله، حماك الله، وفقك الله، وإن شاء الله ستكوني عالمة، أبشرك من الآن من علماء المسلمين بإذن الله. اللهم بارك، اللهم بارك، ما شاء الله دعواتكم يا جماعة الخير. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حفظك الله، طبعا لو بيدي نستمر للصباح نتحدث، سنخصص لك لقاء مطولا لاحقا إن شاء الله، لكن كما تعلمي وقت تأخر، ونريد أن نستمع أيضا إلى البقية وإلى مشاعرهم أيضا لحظات الختم، كل منه من ختم معنا من الخاتمين والخاتمات في جعبته ما يقوله ما يعبر عنه، وأحيانا سبحان الله حتى من غير أن ينطقوا المشاعر تصل إلى أعماق قلوبنا، كل حرف قلتيه وصل ووقر في قلوبنا قبل أن يصل آذاننا، حقيقة وليس مجاملة. وفقك الله غاليتي، وفقك الله، حفظك الله، حماك الله، ابنة غزة الأبية، ما شاء الله نفتخر إيه كثيرا 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 كثيرا، ما شاء الله. الله يسعد قلبك يا رب.
دعواتك. الله يحميكي، الله يحميكي حقك الله. فقط حبيب. بالسجود قولي يا رب كما أكرمك الله بما كنت تريدين حفظ القرآن الكريم وزيارة بيته الحرام، والله سبحانه وتعالى سيكرمك بكل ما تتمني، فقط قولي يا رب يا فقط. رب. ونحن يا ندعو لك في ظهر الغيب، ونحن أيضا إن شاء الله ندعو للجميع في ظهر الغيب، وهذا ما نشدد عليه دائما الدعوة لبعضكم البعض، كيف لا وأنتم أهل الله وخاصته أصحاب القلوب الجميلة، القلوب الصافية التي كلها يقين بالله عز وجل وإيمان بالله عز وجل، فأقبلوا دائما بقلوبكم على الله. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا رب العالمين. ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بارك الله فيك غاليتي سندس. أحببتي أن تضيف شيء في الختام لك ذلك؟ إذا بدك بقرأ لك آيتين قرآن لأنه مساقنا يعني القرآن، فإنه إذا بدك تحبي المفروض بديناه بالأول القرآن، شو رأيك؟ على كما تريدي، وإن أحببتي أيضا نخصص لك حلقة كاملة إن شاء الله تتحدثي بها وتسردي لنا بإذن الله بلقاء خاص إن كان ذلك غدا مناسب لك إن شاء الله الساعة 2 عصرا توقيت مكة المكرمة، فنخصص لك لقاء وتسردي لنا من حفظك، لكن لأنه ما زال في جعبتنا الكثير من الخاتمين ينتظرون الدور كي لا نتأخر عليهم غاليتي. إن شاء الله. أمانك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله، اللهم بارك. Recording stopped. طيب الآن إكرام، تفضلي يا إكرام، معك الصوت، معك أيضا الكاميرا، تفضلي غاليتي إكرام، ثم السيرة خالدي، ثم إيمان، تفضلي يا إكرام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله غاليتي. نضبط الكاميرا، حاولي أنك أنت من الجوال أو اللابتوب؟ من الجوال. طيب قربي الشاشة باتجاهك كأنك تريدي قلب الجوال، يعني فقط باتجاهك، نعم هكذا، خلاص ثبتي، لا أيضا أيضا، وثبتي أيضا، يا نعم هكذا ثبتي، خلاص هكذا جيد، تمام. إذا سنبدأ إن شاء الله، تفضلي عرفي بنفسك غاليتي. Recording in progress. تخصصك مساقك التدريبي الدفعة مدة الختم، مشاعرك لحظات الختم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المتدربة إكرام أحمد المدح، 27 سنة من الجزائر، دكتورة في الطب الدفعة 135، متدربة سابقة في الدفعة 134 مساق الحديث النبوي، ختمت القرآن الكريم ولله الحمد في 7 أيام بفضل الله وتوفيقه، ختمت يوم الأحد الحمد لله سبحانه وتعالى الذي من علينا ووفقنا بهذا الختم، يعني كانت أمنية حياتي أن أختم في العشر الأواخر، والحمد لله وفقنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدفعة ومن علي، هذا من فضل ربي. كانت شعور جد سعيد، يعني منذ بداية الأيام الحفظ كنت جد سعيدة بهذا الفضل والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والحمد لله، يعني هذه كنت دائما أدعو أن أختم في العشر الأواخر، والحمد لله الذي من الله علي. ما شاء الله عليك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذن دخلتي في مساق الحديث، والآن دخلتي في مساق القرآن الكريم، ونلتي هذا الشرف العظيم إلى جانب حفظ كلام سيد الأنام، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا الإنجاز سبقه إنجازات متوالية غالية. نعم تفضل. نعم ما شاء الله تبارك الرحمن. إذن حدثينا بإنجازاتك من 6 ساعات إلى هذه اللحظات، مرورا بالحواجز التدريبية ومهارة القراءة البصرية وجلسات السماع والحفظ بالسماع من مرة ومرتين وثلاث مرات، وكيف تطورت لديك هذه المهارة بما فيها من تنوع وثراء في المحفوظات، وكذلك ورشات الحفظ الكمي في حفظ الأحاديث 40 و70 و150 حسن مسلم، بما أنك كنت من الدفعة السابقة، تفضلي. يعني في حفظ 6 ساعات حفظت فقط صفحة أو نصف، يعني من الحديث، يعني أكثر من 15 سطر من الحديث النبوي،
ثم بمرور الحواجز يعني في الدفعة 134 يعني الحمد لله كنت أكسر الحاجز يعني في وقته. فقط في الحواجز الأخيرة يعني في الدفعة 134 يعني كنت أعيد وأكرر وأكرر يعني ولا الحمد يعني من الله علي بأن أصل الحاجز 5 دقائق سمعي وبصري في الدفعة 134 في المساق الحديث النبوي يعني ولله الحمد يعني فقط الحواجز الأخيرة التي كنت أعيد وأكرر مع نفسي أكثر من مرة ولله الحمد من الله علي باجتياز وكسر هذه الحواجز. يعني كنت أجد صعوبة أكثر في الحاجز في الجانب السمعي بأن كان بما أن كان الذاكرة البصرية الذاكرة السمعية لدي معطلة كثيرا يعني لم أكن أحفظ بالسمع أبدا يعني فقط بديت مع تدريبات العقلية ولله الحمد يعني إنعاش السمع يعني له فضل كبير يعني هو لوحده بحد ذاته يعني هو فضل كبير ومن من الله سبحانه وتعالى يعني وصرت الآن أعتمد أكثر على الجانب السمعي ويعني حتى الكتب صرت أحمل أكثر من الجانب السمعي وأعتمد عليه في الدراسة في العلم الشرعي أو في الدراسة في أي مجال لله الحمد. وهذه المرة في القرآن الكريم وصلت لحاجز 3 دقائق يعني كنت أجتاز الحواجز الأولى حاجز ساعة ونصف ساعة كنت أجتازهم بسهولة ولله الحمد بما أني كنت متدربة سابقة وصلت لحاجز 3 دقائق بصري وحاجز 5 دقائق سمعي. في القراءة البصرية تجاوزت 200 صفحة يعني لازلت متأخرة سأعمل إن شاء الله عليها لتطويرها أكثر وأكثر. بالنسبة للحفظ الكمي حفظت ولله الحمد 40 نووي كنت أحفظها سابقا لكن راجعتها مع الدكتور الحمد لله 70 حديث أيضا في حفظتهم مع الدكتور 150 حديث أيضا مع الدكتور فقط 300 حديث الذي لم أحفظه مع الدكتور حسن المسلم أيضا حفظت منه جانب كبير مع الدكتور في الجلسة وأتممت الباقي بعد الدكتور ولله الحمد يعني وحسن المسلم أيضا أتممته في 13 يوم ولله الحمد حسن المسلم رياض الصالحين أتممته في 13 يوم حفظته في مساق الحديث النبوي ولله الحمد. بالنسبة للجانب السمعي يعني استفدت منه كثيرا جدا يعني لم أكن أعتمد عليه إطلاقا ولله الحمد. أيضا القراءة البصرية يعني كانت مهارة جديدة بالنسبة لي يعني لم أسمع عليها أي شيء يعني الحمد لله الذي من الله علينا بهذه الدورة واستفدت منها كثيرا وصرت يعني حتى كنت يعني سابقا لم تكن لدي مهارة القراءة البصرية فكنت يعني كنت أخاف من قراءة الكتب الطوال يعني كانت لدي رهبة من القراءة ولله الحمد الآن صرت يعني الكتب لا أجد أي صعوبة في قراءة أي كتب مهما كان حجم الكتاب ولله الحمد. وصرت أعتمد أيضا على الجانب السمعي يعني أحمل الكتب سمعيا وأقرأها سمعيا أكثر منها بصريا ولله الحمد. ما شاء الله عليك ما شاء الله تبارك الرحمن لا قوة إلا بالله اللهم بارك زادك الله من فضله ما شاء الله. ماذا عن المحاضرات بصفة عامة كم كانت مؤثرة هذه المحاضرات ولها الدور في وصولك لهذا المستوى تحقيق هذه الإنجازات الرائعة بدءا من تغيير التصورات مرورا إلى سلسلة محاضرات أعطال الذاكرة التي هي اللبنة الأساسية التي يبني عليها المتدرب وكذلك بالنسبة لسلسلة محاضرات القراءة البصرية والورش والتدريبية كم كان لها الأثر في هذا المستوى والتقدم الملحوظ لديك؟ بالنسبة للمحاضرات هي محاضرات رائعة يعني بارك الله في الدكتور علي وجزاه الله عنا كل خير ونفع به الأمة فهو على ثغر عظيم في هذه الأمة جزاه الله عنا كل خير وكل أسرة التدريبات العقلية وكل المشرفين والمشرفات نفع الله بكم هذه الأمة وزادكم الله من فضله فأنتم يعني فخر وذخر لهذه الأمة. بالنسبة للمحاضرات يعني كلها رائعة في الدكتور علي يعني أنا شخصيا كنت ألتمس فيه الأخ الصادق الناصح قبل أن ألتمس فيه الدكتور يعني نصائح جد رائعة يعني لم أسمعها في حياتي ولم يعني نصائح جد 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 رائعة يعني كل المحاضرات هي قيمة جدا جدا وخصوصا أن ما كان يثير انتباهي أكثر هو اعتماد الدكتور علي واستشهاده من التاريخ الإسلامي من الصحابة ومن التابعين يعني أنا كنت أحضر المحاضرة حضرت في الدفعة 134 وحضرت في 135 رغم ذلك لم أشعر أني أعيد أكرر المحاضرة كل محاضرة ولها خصوصيتها يعني الدكتور علي ليس يعني لم كنت أعتقد أني عندما أعيد الدورة أني سأشعر بملل أو لكن لم أشعر بذلك أبدا يعني كل محاضرة لها رونقها الخاص كل محاضرة لها تأثيرها الخاص يعني واعتماد الدكتور علي على التاريخ الإسلامي
كما قلت على الصحابة والتابعين كانوا يشجعوني كثيرا. كنت يعني أتمنى أن الدكتور لا يتوقف، يعني محاضرة تستمر لساعات، يعني كان يثير شغفي كثيرا. يعني كنت يعني الحمد لله إن شاء الله يرزقنا أن نكون نتخذهم قدوة يعني في الحفظ في الفهم في العلم، ويستخدم الله سبحانه وتعالى في طاعته. هذا أكثر ما كان يثير انتباهي في المحاضرات، بالإضافة إلى تغيير القناعات وتغيير يعني الحياة كلها تغيرت. يعني بدءا من محاضرة أعطال الذاكرة، يعني كان لدي كثير من أعطال الذاكرة كنت يعني أعاني منها، يعني الحمد لله أتمنى الله علينا بهذه المحاضرات، ومن نسعى يعني للتغيير، يعني تغيير نمط الحياة ككل من أجل تجنب هذه الأعطال، من أكل، من نوم، من توتر، خوف، يعني من كل الجوانب، جوانب الحياتية والنفسية يعني والتكرار، يعني كل هذه الأعطال كانت لدي في الحقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى يمن علي بالتغيير، يعني نحن في طريق التغيير، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. هذا بالنسبة لأعطال الذاكرة. يعني أكثر محاضرة أثرت في أعطال الذاكرة هي محاضرة التي كانت تتكلم عن الخوف والحزن والتوتر وعلاقتهم بتدمير الذاكرة. يعني التوتر، يعني لما أكون أعرف أنا التوتر في أثناء الحفظ يعني يدمر الذاكرة بتلك الطريقة التي تحدث عنها الدكتور، يعني هذا أثر في كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا التوتر والخوف وكل أعطال الذاكرة، وأن يمتعنا الله سبحانه وتعالى بعقولنا وجميع المسلمين والمسلمات. بالنسبة لمهارة القراءة البصرية، أيضا مزايا وفوائد القراءة البصرية التي أكون أعرف عنها أي شيء قبل الدورة، يعني الحمد لله يعني تعجبت كثيرا لهذه الفوائد الجمة الرائعة لهذه القراءة، وطرح الدكتور علي الذي كان طرحا جد ممتع وجد قيم هذا في المحاضرة القراءة البصرية. أيضا في تجنب التكرار والحفظ، لم أتكلم عن جلسات السماع والحفظ من أول سماع، يعني كان رائع، يعني صرت الآن أحفظ من أول سماع ولله الحمد، يعني سواء مع الدكتور أو مع نفسي، يعني أسمع شيء أو صرت أحفظ يعني لله الحمد، يعني قل ما أعيد وأكرر شيء مرة ثانية، يعني الحمد لله صار الحفظ من أول مرة، يعني رائع. يعني الدكتور من كنت أتحدث عن التكرار، يعني أنا كنت أعتمد في حفظي سابقا سواء في دراستي سواء في القرآن الكريم أو أي شيء أحفظه كنت أعتمد على التكرار، وكنت أعتمد على أنه لازم أن أكرر 20 مرة أو 50 مرة أو هذه الطرق التي تتحدث عن التكرار بشكل من أجل ترسيخ الحفظ. لكن كنت واقعة في خطأ كبير حتى في دراستي، يعني كنت أعتمد على التكرار والتكرار. لله الحمد من الله علينا بهذه المحاضرات وتغيرت القناعات. بالنسبة للمحاضرات الأخرى، أيضا تركيز الدكتور على ضرورة تنظيم الوقت وإدارة الوقت، لأن هذه مشكلة كبيرة في الحياة، وأشخاص نازحون هم من يحسنون ويجدون إدارة أوقاتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا تنظيم أوقاتنا وحسن إدارتها. أيضا كنت أتحدث عن القدوات التي كانت تتحدث عنها الدكتور، يعني هو فعلا المسمع أن هناك من كان يختم القرآن في ركعة واحدة، وهناك من كان يحفظ 1000 حديث في الليلة الواحدة، يعني عندما تأتي أنت تطبق يعني دائما تفكر أن هناك من كان يحفظ 1000 حديث في ليلة واحدة، فلماذا أنا لا أحفظ؟ يعني أتشجع لذلك، على الأقل نحفظ يعني 20 حديث أو 50. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وينفع بنا هذه الأمة، ينفع بنا هذه الأمة ويستخدمنا في طاعته. وكل محاضرات يعني الدكتور جد 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 قيم، يعني لا توجد محاضرة يعني لها كلها يعني تصب في جانب معين. أيضا محاضرة المرحلة الثانية يعني محاضرة جد مهمة، محاضرة المرحلة الثانية قبل الحفظ الاستدلال، يعني محاضرة جد رائعة، تكلم الدكتور عن المتشابهات، وعن يعني أنا من النوع يعني كنت أحفظ من القرآن من قبل، وكنت أقع في هذا فخ المتشابهات، يعني كان كثير ما يقرئوني، كان كثير ما يؤثر علي هذا الجانب. الحمد لله يعني أول مرة يعني أسمع أن المتشابهات لا يجب أن نركز على هذا الجانب لأنه هو أكثر سبب الأخطاء. الحمد لله يعني هذا الجانب لوحده يعني يعالج مشاكل كثيرة للحفظ، خصوصا لمن حفظ سابقا وتعرض للتفلت. الحمد لله، جزا الله عنا الدكتور كل خير، وبارك الله فيه وفي علمه ونفع به وفيكم جميعا. فأنتم يعني تعلمنا من حلمكم وخلقكم قبل أن نتعلم من علمكم، فبارك الله وفيك. بارك الله غاليتي، يعني كل التصورات الخاطئة لديك غاليتي إكرام، يعني أكرمك الله وتخلصتي منها بعد سلسلة المحاضرات، بأنك ذكرتي أن الدكتور كان يستشهد بالأدلة والشواهد من أيضا القرآن ومن السنة وما صح من الدراسات، يعني كان لها تأثير بالغ في نسف التصورات الخاطئة لديك وتشكيل الانطباعات التدريبية أو القناعات التدريبية الصحيحة، لأن هذا منطلق ينطلق منه المتدرب إن كان قد
نسف هذه التصورات التي هو طبعا رهين لها أو تكبل عن الإنجاز. إذا تخلص منها سيستطيع أن ينطلق في التدريب ويحقق الهدف ويمضي قدما. يعني هذه التصورات نعتبرها نسفت تماما لديك؟ أجل الحمد لله، يعني كانت لدي كثير من التصورات الخاطئة. كنت أعتقد أن من يحفظون بهذه الطريقة هم فقط أصحاب مهارات خاصة. يعني أنا كنت أؤمن كثيرا بهذه الفكرة، لدرجة أن كانت يعني تطبطون يعني في مجال العلمي أو مجال، يعني كنت أقول أن من يفعل هذا أكيد عنده مهارة خاصة، أكيد هذا من يعني من النوابغ من الأذكياء، أما أشخاص العاديين فلا يستطيعون يحققون. يعني هذه التصور كان يعني مطبطا لدرجة كبيرة جدا. الحمد لله يعني كل تصورات خاطئة الحمد لله وفضل الله ومنه نسفت لدي، والآن صارت طموحات أكبر وأكبر وأكبر إن شاء الله، وفقنا الله سبحانه وتعالى لتحقيقها. يعني حتى تتغير القناة، يعني في يعني هي في دورة، هي في حد ذاتها حياة فوق الحياة. يعني تغيير من الجانب الشخصي، تغيير من الجانب الوقت، اهتمام بالوقت، اغتنام الوقت أكثر وأكثر، البعد عن التصور الخاطئ أن الحفظ مرتبط بسن معين أو مرتبط بشخص معين أو أني لا أستطيع كذا أو لا أستطيع كذا. يعني كل التوكل على الله بالاجتهاد بالتدرب بالممارسة تصل إلى تحقيق كل طموحاتك بإذن الله. نعم، بعد توفيق من الله عز وجل. نعم، ما شاء الله عليك تبارك الرحمن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المرحلة الثانية كم كانت مؤثرة بالنسبة لك وكم كانت فارقة؟ يعني تقنية تصوير الأخطاء، الحفظ الاستدلالي، الحفظ الرقمي، فخ المتشابهات، قواعد وفنون استرجاع الحفظ المتفلت، وكذلك الحفظ التصويري والصلاة بالمحفوظ. حدثينا عن هذه التقنيات، لأن هناك كما تعلم في التدريبات العقلية معايير ومقاييس للضبط والإتقان. في المرحلة الأولى يسمح للمتدرب بخطأين، يعني إتقان لا يقل عن 90% للاستدراج حتى تتطور قدراته الذهنية ويصبح ذا كفاءة عالية، ثم بعد ذلك لا يسمح بهذا الخطأ في المرحلة الثانية بتاتا، لا يسمح به أبدا، الإتقان لابد أن يكون 100%. ماذا عن هذه التقنيات وكم كانت معينة بالنسبة إليك؟ الحقيقة محاضرات المرحلة الثانية كانت جد فارقة، يعني كانت هي اللي صنعت الفارق. يعني مثلا أول شيء وأهم شيء بالنسبة لي المتشابهات، يعني أنا كنت أقع فيه كثيرا كثيرا، كنت يعني أحفظ يعني المتشابهات لجلب كتب عن المتشابهات ودراسة هذا الجانب. يعني الحمد لله، يعني أول مرة كنت أسمع أن لا يجب أن أخذ هذا الجانب بعين الاعتبار، لأن أكثر من 99% من الأخطاء سببها المتشابهات. يعني الحمد لله، يعني هذا هو أكبر شيء يعني استفدت من المرحلة الثانية. أيضا يعني حفظ المجنح، يعني لم أكن بطريقة جيدة يعني في الحفظ، لأن كنت أحيانا لما كنت أحفظ سابقا كنت يعني يقع لي خلل يعني في الصفحات ربط الصفحات وربط الآيات، حفظ المجنح سواء بين الآيات أو ربط الآيات أو ربط الصفحات، يعني هذا يعني خطأ شائع كان لدي من قبل. يعني الحمد لله استفدت منه كثيرة. أيضا تصفير الأخطاء والحفظ التصويري، يعني رأي يعني كنت أعتمد عليه أنا في الحفظ هذه 7 أيام التي مضت، يعني كنت أعتمد عليه كل ما يكون عندي خطأ يعني أصححه بهذه الطريقة. يعني المحاضرة كانت فارقة، يعني كانت فارقة جد قيمة. والصلاة بالمحفوظ، يعني يعني كما نعلم يعني أفضل شيء بالتثبيت المحفوظ والصلاة به، يعني هذه النقطة يعني الركيزة الأساسية. يعني أصلاً حتى القراء أو الحفاظ يقولون أن أصعب شيء هو الصلاة بالمحفوظ، وعندما تصلي بالمحفوظ بطلاقة خصوصاً صلاة الليل، يعني أنت قدمت بإذن الله وبتوفيق الله منه ثبات هذا المحفوظ في قلبك، لعل الله ثبت القرآن في قلوبنا ثبت الجبال الراسية. ما رأيك بمن يظن أن هذه القدرات وهذه الإنجازات حكراً على فئة دون غيرها، وأن هناك تجليات ومواهب خاصة وليس بمقدور الجميع أن يصل إليها؟
يعني بعد الدورة، بعد دورة التدريبات العقلية ولله الحمد، نسفت كل هذه التصورات الخاطئة في ذهني. لا يوجد موهبة خاصة ولا يوجد سن معين، ويعني من 5 سنوات حتى 85 سنة كما يذكر الدكتور، يعني كلهم مروا بدورة التدريبات العقلية وكلهم حافظوا. يعني ما شاء الله هناك كبار سن يعني معنا، يعني حفظهم الله، متعهم باستحسان، يعني حافظوا قبلنا. يعني نحن يعني لكم الستينات ونحافظ ما شاء الله، يعني قبلنا يعني كم 4 أيام 5 أيام، يعني ما شاء الله. يعني لا توجد سن معين أولا للحفظ، لا توجد مهارات خاصة، لا يوجد أشخاص نوابغ وأشخاص أغبياء، أو لا توجد خلافات. الناس كلهم لديهم عقول سواسية أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذا العقل. أولا بالتوكل على الله، بالاجتهاد، بالتدرب، بالممارسة، يعني أن تكون لديك قناعة، أن تكون لديك أهداف، أن تكون لديك تنظيم وقتك، تنظيم في كل جوانب الحياة، تتحقق أهدافك، ستصل أهدافك بحول الله وبتوفيق. لا توجد أشخاص لديهم مواهب خاصة. يعني أنا كنت أؤمن بهذه الفكرة، يعني الحمد لله لا توجد موهبة خاصة، كل شيء يأتي بالتوكل على الله، بالاستعانة به، بالتدرب، بالاجتهاد، تصل وتحقق طموحاتك بإذن الله. قدمي نصيحة غاليتي لمن يستمع إليك الآن، لزميلاتك في العمل، لأهلك، لأحبابك، لكل غالي على قلبك. الدورة مدى حاجتهم إليها؟ كيف ستفيدهم؟ كل في مجاله وكل في تخصصه وحسب مستواه التعليمي وحسب مكانه ووجوده. كيف ستكون هذه الدورة منهج لحياته، وكيف ستساعد في صقل شخصيته من كل الجوانب المختلفة والمتنوعة، ليس فقط على صعيد الحفظ بل بتوجيه القدرات بصفة عامة؟ الحقيقة أنا أعتبر الدورة يعني شيء أساسي. يعني أنا يعني الحمد لله من الله علي بدخولها، يعني وندمت على السنوات التي لم أكن أعرف فيها الدورة، يعني تمنيت لو دخلتها من قبل، ولله الحمد يعني الحمد لله اللي أكرمني بدخولها. يعني أنا أعتبرها شيء أساسي، يعني كل واحد له أن يدخل الدورة، خصوصا في هذا الزمن الذي يعني ذاكرة أغلب الناس يعني ذاكرتهم يعني معطلة، يعني خصوصا الجانب السمعي، لا يملكون مهارة قراءة بصرية. يعني الدورة أنا أعتبرها شيء أساسي، يعني كل واحد مهما كان طالب جامعي أو طالب في مدرسة أو معامل، أو مهما كان سنه، مهما كان ظرفه، الدورة شيء أساسي. يعني إنعاش العقل شيء أساسي، يعني كما قال الدكتور، يعني أصعب شيء هو قيادة العقول، والحمد لله يعني أكرم الدكتور علي وأكرم مؤسسة التدريبات العقلية ونجحوا في هذا الجانب، يعني جزاهم الله كل خير. يعني أصعب شيء أن تقود العقل، وهم يعني نجحوا فيه، وهم يعني نجحتم فيه أنتم يعني كأسرة التدريبات العقلية، جزاكم الله عنا كل خير. أنصح الجميع يعني مهما كان سنه، مهما كان عمله، مهما كان ظرفه، مهما كان تخصصه، أن يلتحق بالتدريبات العقلية. يعني وأن يبدأ بمساق القرآن الكريم، يعني حتى لو كان يريد مواد دراسية يبدأ بالقرآن الكريم. يعني إذا حصل القرآن الكريم يعني كل شيء سيسهل من بعد القرآن الكريم إن شاء الله. يعني هي دورة أساسية تؤثر ليس على جانب الحفظ كما قلت يا دكتورة، يعني ليس على جانب الحفظ، صحيح هو جانب الحفظ أساسي، لكن جوانب الحياتية، مثلا التخلص من أعطال الذاكرة. يعني أغلب الناس، إن لم أقول يعني جل الناس، يعني يقع في أعطال الذاكرة من أي جانب كان، يقع في أعطال الذاكرة. يعني التخلص من هذه الأعطال يعني هي في حد ذاتها يعني هو شيء، لو لم ينال من الدورة إلا تخلص منها لكان شيء كبير وعظيم. فما بالك بالقدرات التي اكتسبها والمهارات التي اكتسبها، مهارة القراءة البصرية، يعني تشجع كثيرا على القراءة. يعني نحن في زمن يعني قلت فيه القراءة، يعني الحمد لله يعني تكتسب مهارة القراءة البصرية، يعني ستستطيع أن تقرأ كتب مهما كانت طوال. مهارة جانب السمع، يعني نحن كثير من الأوقات تضيع لنا يعني في المواصلات، أو يعني كثير من الأوقات هامشية تضيع لأن لا نحسن استغلالها. يعني تدخل دورة تتعلم أن لابد أن تستغل كل وقت وكل ثانية في المواصلات، في البيت، في الأوقات الهامشية لازم تستثمرها في الجانب السمعي، يعني الذاكرة السمعية وفوائدها، وكيف كان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وعلماء الإسلام يحفظون من السماء، وكانوا لا يكتبون شيئا، يعني كل شيء في الذاكرة السمعية، وهي مهارة فطرية. يعني ما قال الدكتور أنها مهارة فطرية وهي مهارة، ما لا مهارة لها. يعني تحصرت كثيرا على ما مضى، يعني كنت أعطل هذا الجانب تماما وأعتمد عليه. يعني أنا أعتبر الدورة شيء أساسي، تنظم جانبك للوقت، تحرص كثير على الوقت، تحرص على تنظيم الوقت، تصبح أكثر شخص طموح، لديه أكثر من طموحات، تصبح تحسن إدارة الوقت، تتخلص من أعطال الذاكرة، تطور مهارة القراءة البصرية، تطور الإنعاش السمعي، يعني تصبح شخص آخر. يعني حتى من كان يعرفه قبل وبعد يرى هذا التغير،
فيك وفي طموحاتك في أفكارك في تنظيمك تصبح أكثر جدية. يعني الحمد لله، يعني أنا أعتبر أن أنصح الجميع بدخول تدريبات العقلية استثمار فيها، يعني هي والله نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، والحمد لله على فضل الله على هذه الأمة أن أكرمهم بهذه المؤسسة دفع الله بها الأمة. اللهم أمين، إنه سميعا مجيب. إذن الميزات التي تفردت بها إنعاش العقل عن غيرها من الدورات التدريبية، والميزات التي تفرد بها المحاضر الدكتور الربيعي. بالنسبة للدكتور جزاه الله عنا خير، يعني الدكتور كان يعني محاضراته مغيرة للمفاهيم، مقنع جدا، يعني شخصيا لم أرى محاضر مثله يعني من قبل، جزاه الله عنا خير وبارك الله في علمه، يعني كان يعني مقنع جدا، يعني مفاهيم تغيير أفكار، يعني من الصعب جدا أن تغيير مفاهيم أشخاص من مختلف الفئات ومن مختلف البيئات مختلف الأعمار، يعني كلهم يعني الحمد لله يعني بعد الدورة أكيد يعني الكل تجد أن قناعات أفكارها تغيرت، يعني هذا الشيء صعب جدا، يعني الحمد لله من الله عليه بطريقة الإقناع، يعني الفكرة عندما تصل إليك يعني تضربك في أعماقك، يعني تؤثر على جانبك التفكيري، يعني الحمد لله دكتور مقنع جدا مغير للمفاهيم، ناصح صادق في نصحه، جزاه الله عنا كل خير. أيضا اعتمد على التاريخ الإسلامي والدراسات الحديثة، يعني شيء رائع، يعني معظم الدورات تكون تعتمد على الجانب الغربي وما وصل إليه الجانب الغرب، يعني عندما نعتمد على تاريخنا الإسلامي فهذا يعطي الدورة أكثر يعني روعة وأكثر يعني أكثر أهمية جدا، لما تعيش وأنت يعني تفكر يعني الصحابة كيف كانوا في حفظهم، كيف كانوا التابعين، كيف كانوا علماء الإسلام، يعني هذا الطريق المعتمد عليها الدكتور يعني رائع، يعني أدهشتني جدا وعجبتني جدا، جزاه الله عنا كل خير. بالنسبة للميزات الأخرى لدورة التدريبات العقلية، أن هناك تدريبات، يعني المتدرب لا يترك وحده، يعني كما قال الدكتور نحن لا نترككم، يعني من البداية إلى غاية اليوم، يعني كل دائما تدريبات مع المشرفين والمشرفات جزاهم الله كل خير دوما، يعني هذا المرافقة للمتدرب يعني هي جد مهمة، يعني تكاد لا توجد في دورة أخرى، يعني لا يعطيك محاضرة ويتركك يعني هكذا، فقط يعني دائما مرافقة المتدرب، مرافقته والتدريبات الإضافية مع المشرفين والمشرفات، هذا بحد ذاته يعني ميزة رائعة جدا، يعني عندما تكون مؤمن قوي بإخوان، يعني أنا شخصيا في الحفظ يعني كنت أعتمد يعني جل الحفظ كان في القاعات، يعني تجد فيها سعادة القرآن ومجالس القرآن ومجالس العلم والنصائح، يعني جزاكم الله كل خير، يعني كل مشرفين والمشرفات يعني نصحهم يعني كان جد حافز جد، سواء في التدريبات قبل الحفظ الاستدلالي أو أثناء الحفظ الاستدلالي، يعني نصائحكم يعني عانتنا جدا بعون الله وتوفيقه على كسر الحواجز وعلى الحفظ الاستدلالي، يعني مرافقة المتدرب أيضا قاعة الدعم والمساندة، يعني أي سؤال في أي وقت تستطيع طرحه 24 ساعة، يعني هذه ميزة رائعة جدا، يعني هذا المرافقة أنا عجبتني كثير، يعني جد ميزة جد مهمة للتدريبات العقلية، يعني تكاد لا تجدها في يعني تكاد لا تجد مرافقة المتدرب 24 ساعة. أيضا ميزة مهمة جدا جدا بالنسبة إلي المعاهدة والسرد، يعني هذه ميزة رائعة، لأن الحفظ أنا بالنسبة لي المعاهدة والسرد يعني أكثر أهمية وأصعب من الحفظ، يعني حفظت سابقا وتعرض الحفظ للتفلس، يعني المعاهدة والسرد بالنسبة لي مهمة جدا جدا جدا، جزاكم الله كل خير، يعني أنسكم في المعاهدة والسرد إلى أن إن شاء الله سبحانه وتعالى ثبتنا الله معكم إن شاء الله إلى آخر يوم إن شاء الله في الحياة مع المعاهدة والسرد القرآن الكريم إن شاء الله. وأيضا ميزة أخرى رائعة هو أن المتدرب يعني يستطيع أن يجدد دورات، يعني لله الحمد يعني تستطيع أن يعني أنا جددت مثلا هذه المرة، يعني أستطيع أن أجدد مرة أخرى في المتون أو اللغات، يعني بدون تسجيل بدون يعني دفع مبلغ آخر أو شيء، يعني هذه ميزة جد رائعة، يعني إن المتدرب العضوية الدائمة في التدريبات العقلية، يعني هذا لا يوجد فيه دورة أخرى، جزاكم الله كل خير عن هذه كل يعني هذا ما استطعت أن أتذكر. أيضا نصحكم وأخلاقكم، يعني أنا شخصيا يعني أعجبت كثيرا وأحسست أني في أسرتي، يعني بينكم تعلمت منكم الكثير، جزاكم الله كل خير. وإياك غاليتي، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يثبت القرآن في قلبك ثبات الجبال الراسيات، إنه سميع مجيب، بكل مجتهد نصيب يا إكرامها، الله سبحانه وتعالى أكرمك بحفظ كتابه
ما شاء الله وحفظ سنة نبيه، وإن شاء الله مزيدا من التألق في المتون وفي اللغات وفي كل العلوم، وتكون عالمة من علماء المسلمين. اللهم آمين، اللهم آمين. ما شاء الله عليك، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله تبارك الرحمن، زادك الله من فضل غالية إكرام. إذا أحببت أن تضيف شيء وبقي لديك ما تقولي فلك ذلك، تفضلي. في الختام يعني أهنئ جميع الخاتمين والخاتمات، جميع المتدربين والمتدربات العقلية، وأشكركم يعني من الدكتور علي، جميع المشرفين والمشرفات، يعني جزاكم الله كل خير، نفع الله بكم أنتم على ثغر عظيم يعني من الأمة، نفع الله بكم من هذه الأمة. يعني أصعب شيء كما قال الدكتور علي قيادة العقول، وأنتم نجحتم في ذلك، جزاكم الله كل خير، نفع الله بكم الأمة، وأعاننا الله سبحانه وتعالى تثبيت القرآن في قلوبنا جميعا إن شاء الله، وأن يعلمنا منه ما يعلمنا القرآن ويفهمنا معانيه وتفسيره والعمل به وتدبره أن الليل وأطراف النهار، وأن يمن الله سبحانه وتعالى علينا بالعلم الشرعي وأن يستخدمنا في طاعته إن شاء الله، ونكون على ثغر من ثغور هذه الأمة نسبتم إن شاء الله. نفع الله بكم وجزاكم الله كل خير. حفظك الله وزادك الله من فضل، ما شاء الله عليك، اللهم بارك. وقولوا جميعا ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. هذا أيضا من فيض هذه النماذج القرآنية التي نفتخر بها. نحن كلنا الجزائر يا إكرام، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. حماك الله غاليتي، حماك الله. Recording stopped. ما شاء الله، ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم بارك. العقبة للبقية إن شاء الله تتذوقون هذه الفرحة وحلاوة هذه الإنجازات. تفضلي غاليتي إيمان، معك الصوت والكاميرا، تفضلي. من كان جاهزا فقط يكتب لنا في الشات. تفضلي يا إيمان. إيمان معك الصوت والكاميرا، تفضلي. إيمان إذا غير جاهزا أخذ منصورية حداكما، تفضلي يا إيمان. إيمان معك غالية الصوت والكاميرا، يلا يا إيمان. إيمان تفضلي. إيمان حياك الله غاليتي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نضبط الكاميرا جيد، حاولي أيضا اتجاهك أيضا، نعم هكذا، ثبتي أنت تمسكي الآن بيدك، أنت صورة تتحرك، ثبتي على شيء، الله يرضى عليك. إذا هكذا إلى اليسار قليلا، نعم هكذا جيد، على بركة الله. أرفعي صوتك غاليتي حتى يكون الصوت أكثر وضوحاً. Recording in progress. البلد، التخصص، المساق التدريبي، الدفعة، تفضلي غاليتي. اسم إيمان محمد جمعة إبراهيم، من ليبيا، الدفعة 135، والعمر 34 سنة، مجال التخصص طالب الدراسات العليا، مساق التدريب، المساق القرآن الكريم. ما شاء الله، زادك الله علما ونورا، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حاولي أنك يعني ترجعي للخلف قليلا إن كان معك مجال، الله يرضى عليك. هكذا؟ نعم هكذا. ما هي المدة الزمنية التي أتممت بها الختم ضمن جدول العد التنازلي، جدول الحفظ الاستدلالي، ومشاعرك في تلك اللحظات، وهل كنت تتوقعي أن تختمي بهذه المدة الوجيزة؟ الحمد لله، أنا أمس يا مشرف أروى ختمت 8 أيام قبل المغرب بدقائق. ما شاء الله، ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم بارك، ما شاء الله، ما شاء الله عليك. ما مشاعرك يا إيمان وأنت تختمي بهذه الأيام المباركة والشهر الفضيل وتنالي هذا الشرف العظيم؟ والله الحمد لله، كنت يعني خايفة، قلت يعني وقت ما في، وعشر أواخر، وضغط مع الأسرة مع الأهل ومع الأطفال يعني، وصارت لي ظروف وكذا يعني، كانت يعني سبحان الله ضغط علي، قلت أكيد ما بنختم يعني في الأيام هذين، ونتمنى نختم الأيام مباركة العشر الأواخر. بعدها اليوم اللي قبل ما نختم به في بيومين، ضغطت على نفسي، نتذكر يعني صبعت من الصبح هي الليلة أنا نحفظ يعني حفظ استدلالي، نذكر فيها حفظت من سورة القصص هي سورة الرحمن، خلاص يعني قلت كده ما بنحفظ، ومع الواحد كله قلت ما بنسيب، وحتى النوم والإرهاق والتعب وكده قلت لا، يعني في ناس ختمت في 3 أيام، في ناس ختمت في 5 أيام، يعني أنا شو ناقصني من نختم زيهم،
يعني كده وقتهم 24 ساعة، يعني نفس الوقت، يعني ما عندهم وقت زايد عننا، حتى عندهم مشاغل، عندهم يعني مشاكل، عندهم صعوبات، عندهم كذا، أنا شن ينقصني لما نختم زيهم، نختم كذا، رغم والله الله يا مشرف أروى كنت يعني طالب الدراسات ونحضر في الماجستير ونكتب البحث، والدكتور ضغط علي يعني كذا ضروري نقدم الرسالة واحد، لكن كله مع ضغوطات الحياة، وعندي أطفال يعني صغار، وخصوصا عندي بيبي، يعني سبحان الله يعني يعني واجهتني مشاكل وصعوبات، رغم كله يعني دكتور علي الربيع يعني شجع فينا ويدفع بينا الأمام، ويعني في كانت ناس يعني مشغولة أكثر منكم، مشغولة يعني عندها هم الحياة وعندها كذا، لكن كل منهم صبروا بالإرادة بالعزم، يعني ما بيجي شيء بالسهل، ضروري إنك تدفع، ضروري إنك في فاتورة، في كذا، في صبر، في يعني في نتيجة، يعني والذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا، يعني ما بيجيك حاجة، يعني بيجيك حاجة بالسهل، يعني حتى العلماء اللي صاروا علماء وصاروا مميزين يعني ومكاتب تمشي على الأرض، يعني ما صاروا من عبث، يعني صبروا يعني قدموا الغالي والرخيص، يعني ودفعوا بالدنيا خلفهم باش يوصل المكانة هذه، يعني احنا شن ينقصنا احنا ما نديروا زيهم. كل الكلام هذا كان يا مشرف أروى كان في بين أذنين، يعني تذكروا فيه نقول لا تقدري يا إيمان تقدري، قصدي شن ينقصك، شن كذا، في عندك وقت، عندك كذا، رغم والله ما شفت أروى التدريبات إلا في المحاضرات، أغلب التدريبات الوقت اللي نحصل فيه يعني محاضرات المحاضرة الصباحية، يعني أغلب المحاضرة المسائية أو في القاعات الإضافية يعني مع المشرفين، هذه ندرب فيها، رغم ما عند يعني حسيت روحي مقصرة شوي يعني في التدريبات وفي تطبيع الحواجز، رغم أني حتى وصلت يعني حاجز سمعي 3 دقائق الحمد لله، وحاجز البصري 3 دقائق الحمد لله، حفظت يعني حفظ يعني ما شاء الله، يا كل حسيت روحي أنا مازال مقصر، يعني كان أنا ضغطت أكثر وعندي وقت أكثر وعندي كذا، يعني نحفظ يعني حفظت خاتمه القرآن في أقل يعني من 3 أيام، يعني أقل يعني من 7 أيام، يعني أقل 5 أيام 4 أيام، لكن كل الحمد لله، والله كنت خايفة قلت بيمشي الوقت وبيمشي يعني 10 أواخر وما بنختم ومع الضغوطات ومع كذا، وأواخر أيام يعني ناس تجهز للعيد وناس كذا، فترة هذه يعني حرجة، وناس يلا كل منهم يعني فترة هذه تبدأ مش فاضيين ومضغوطين وكذا، لكن كله سبحان الله الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله. والله مشرف أروى أنا متفلت، أنا حفظ متفلت أكثر من 20 سنة، كل ما نبدأ في ختمة ما نكملها الآخر، كل ما نبدأ في ختمة يعني ينوصل لسورة الكهف، ينوصل الأنعام، ينوصل يعني ما نكمل الختمة، ما نكملها الآخر، يعني حفظ 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 حفظ، لكن بعد الدكتور قال له في كذا، في ناس ختمت، في ناس راهو حفظت في 10 أيام، في ناس واحد، يعني معقولة شيء هو، والله الله سبحان الله، يعني لين وقعت فيه الكلام هذا بروحي، يعني من فترة نسمع به هذا الإنعاش العقلي والتدريبات كنت مش مقتنعة به، قلت يعني مستحيلة في كلام هو، مستحيلة ناس تحفظ في 10 أيام، معقولة 10 أيام تحفظ فيها القرآن، يعني 600 صفحة، يعني مش بأمر الهين، سبحان الله. بعدها مرت قبل ما تبدأ الدورة، مرت خوية اتصلت بي قالت لي رو إيمان في كذا في كذا في كذا، قنعتني بيها، قالت لي إن في معاهدة وإن في كذا وفي واحد، قال سبحان الله ربي هيك يعني ودع لي، وقالت لي في رسوم مالية، منها والله الله يا مشرف أروى الرسوم ما كانت عندي، لكن ربك سبحان الله يسرها، وفي سمع قصدي دفعت الرسوم وسجلت قبل وداد عثمان من طرابلس، يعني بارك الله فيها، كانت تواصل معاها يعني ترد علينا وكذا، لين وصلناها الواحد سبحان الله، والله دعيت لها مرتوي قلت لها الله والله يبارك فيك ويفتح عليك ويعطيك الله جزاك الله خير، يعني اللي دفعتي بيها لها الدورة، والله ما نحساب يعني في حاجة، يعني في دورة بها التعليم بها الثقافة بها يعني بها الشكل، هو نسمع في حاجات يعني دورات من قبل، لكن ما نحسابها بهالدرجة، يعني الإتقان يعني وصل المتدرب يعني تدريجيا أن يرفعوا به اللي يدفعوا به، والله بارك الله في دكتور علي ربيعي في ميزان حسناته، ويا رب يطول في أمره ما شاء الله، والمشرفين تبارك الرحمن الحمد. ما شاء الله عليك يا غاليتي، ما شاء الله لكل مجتهد النصيب، ما شاء الله تبارك الرحمن. حدثينا بهذه الرحلة والنجاحات المبهرة التي حققتها إلى جانب نيل هذا الشرف العظيم. رحلة الإنجازات بدأت في 6 ساعات مرورا بالحواجز ومرورا بمهارة القراءة البصرية والورش التدريبية وجلسات السماع والحفظ الكمي. حدثينا بهذه الإنجازات يا إيمان.
الحفظ البصري أنا كنت من قبل يعني حافظة، الحفظ البصري يعني كانت صعوبة، يعني كيف نحفظ الصفحة بدون صوت، يعني بالنظر ويعني بدون ما نحرك شفايفي، كانت يعني حاجة يعني غريبة، وكانت صار لي ضغط يعني وجع يعني في الراس كذا. لكن سبحان الله يعني مهارة الحفظ البصري يعني مهارة، يعني كل تركيزك وكل نظرة كل كذا سطر سطر يعني صفحة صفحة تركز عليه، يعني تنطبع طبع يعني في الرأس الصفحة، يعني سبحان الله والله ما كنت أعلم بها المهارة، يعني كنت يعني أكثر من فوق من 20 سنة يا مشرفة أروى أنا نحفظ القرآن، لكن عمري يعني ما سمعت بها المهارة، مهارة الحفظ البصري سبحان الله، يعني مهارة مريحة 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 يعني، وتجزي يعني صفحات أكثر في أقل في أقل في وقت أقل. يعني قبل يعني كنت نحفظ مثلا الصورة نحفظها مثلا فيها 8، إحنا نقول 8 أثمان، نحفظ فيها يعني في ساعتين ونطول ونبدأ نكرر وكذا ونقف في أخطاء، لكن سبحان الله يعني قعدت نحفظ في صورة نحفظ فيها في 5 دقائق، يعني في 5 دقائق نحفظ فيها فوت من 6 صفحات، يعني الحمد لله الحمد لله يا ربي. وأما في مهارة الحفظ السمعي، يعني المهارة هذه يعني بصراحة لما يقول لنا الدكتور يعني حفظ سمعي وكذا جميع الحواجز، كنت نخاف من المهارة هذه، نقول يعني كيف بالسمع بنحفظه وكيف كده يعني بنسمع بنحفظ، يعني شنو هو التركيز؟ أقول يعني حافظة من قبل لكن صعبت عليا في الأول صعبت، لكن سبحان الله قعدت يعني نركز عليها شيئا فشيئا كذا كذا كذا، يعني نربط الآيات ببعضهم، سبحان الله لقيت هذه المهارة سبحان الله، يعني كيف كنت فقدتها وكيف كنت يعني ما نستعمل فيها، يعني كانت مريحة وتسمعي فقط وتركز وتعاود مرة ثانية سبحان الله، يعني سبحان الله بارك الله فيكم بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. كم كانت مؤثرة جلسات السماع بالنسبة إليك وبما فيها من تنوع وثراء بالمحفوظات إلى جانب ورشات الحفظ الكمي بحفظ كلام سيد الأنام؟ يعني سبحان الله الحمد لله حفظت 70 حديث يعني في 10 دقائق، يعني الجولات اللي قمت بها في القاعة مع الدكتور يعني أول 10 دقائق وصلت لي 30، بعد 10 دقائق الثانية كذا، يعني وصلت لعشر دقائق 70 حديث الحمد لله. والمحاضرة الأربعين نووية الحديث، يعني المحاضرة هذه فتتني ما حضرتها، لكن لما قمت بها المحاضرة يعني مع نفسي يعني حفظتها في 30 دقيقة، يعني حتى لما قلنا الدكتور يعني ضروري تركز تحفظ من أول أو مرتين، يعني لقينا حتى يعني نستطيع أن نحفظه في المرة ولا مرتين، يعني ما هي قصدي ما هي صعبة والله، يعني ما نقدر نحفظه كذا، لكن الحمد لله يا ربي الحمد لله والله بارك الله في الدكتور بارك الله في، يعني دفع بينا وشجعنا يعني حرك فينا قدرات يعني بداخلنا ما كنا يعني كاشفينها، والله كنا نصلا نقدر نحفظه مثلا في ربع ساعة في 10 دقائق، رغم أن يعني خاف من الوقت أنه يتم وكذا كذا، لك سبحان الله سبحان الله، يعني ربي يبارك في الوقت يبارك فيه وتنجز فيه أكثر، يعني ينهدر في الوقت بالساعات وبالأيام بالأسابيع وبالشهور وما نحفظه فيه، يعني 10 دقائق سبحان الله تحفظ فيه 4 صفحات 5 صفحات، الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد فضل من الله الحمد لله وجزاكم الله عنا خير الجزاء. المحاضرات بصفة عامة كم كانت مؤثرة في هذه النتائج والوصول لهذا المستوى، وما هي المحاضرة التي لمعت في ذهنك بصفة خاصة؟ المحاضرات يا سبحان الله، يعني الدكتور لما يحكي لنا على تاريخ الصحابة ويعني الخلفاء كيف كانوا يحفظوا في القرآن ويعاهدوا ويعني يختموا في اليوم مرة مرتين إلى 7 مرات 10 مرات، يعني كانوا مشغولين أكثر مننا، صعوبات الحياة أكثر مننا، يعني الحمد لله يعني في هذه الأيام كل شيء عندنا متوفر من إضاءة الحمد لله يا ربي، يعني كانت يعني مش شحورين أكثر مننا، يعني قصدي شن يعني إحنا مرتاحين أكثر منهم وكذا، ليش إحنا ما ننجز زيهم، ليش ما يكونوا قدوة لينا، ليش يعني كذا، يعني مش إنهم يعني هم حتى هم صبروا يعني وتحملوا على روحهم يعني وتحملوا كذا، يعني ما جاءوا شيء من الفراغ، يعني كل شيء يعني تعطي القرآن عزيز،
تعطيه يعطيك، التخلي عنه يتخلي عنك، يعني ما يعني ما شيء مش بشيء بالسهل، هذا كلام ربي يعني مو كلام بشر ولا كذا، الحمد لله يا ربي الحمد لله. أما المحاضرات الدكتور يعني محاضرة أسباب تعطيل الذاكرة اللي طبقتها في حياتي مع محاضرة السكر وأثر على الصحة، يعني سبحان الله بارك الله في الدكتور أثرت فيه بشكل سبحان الله، يعني أنا كنت من الـ يعني المحبين يعني للحاجات السكريات كذا واحد، لكن طبقتها في حياتي واستفدت منها ونقصت وزني سبحان الله. والمحاضرة محاضرة البطنة يعني على الدكتور يقول حديث رسول الله ملأ ابن آدم وعاء أشر من المعدة، وأنه حسب ابن آدم القيمات قمنا صلبة، يعني الحمد لله يا ربي أن هذه السمنة تأثر على الحفظ وتأثر على الجودة وتأثر كذا، يعني الحمد لله. ومحاضرة الخلفاء والراشدين يعني كيف كان يتعهد القرآن، يعني ما يسيب وردهم في اليوم، يعني ضروري إنهم يقروا يعني في جميع الحالات في جميع كذا في مشاكلهم كذا ضروري يقرأ وردة، يعني يتعهد القرآن كل يوم، حتى الرسول عليه السلام يعني ما يخلي وردة، يعني سبحان الله هذه اللي معني فيها المحاضرات، يعني كنت نطبق فيها يعني طبقتها عن نفسي، كنت حتى في التدريبات إن نختم كل يوم نقرأ خمس أحزاب يعني ضروري إلزامي نقرأ خمس أحزاب، رغم إن صح مع الضغوطات وكذا ومع البحث ومع الأطفال ومع البيت واحد، لكن الحمد لله يا رب الحمد لله، يعني قعدت يعني حسيت في روحي إني نقدر يعني أعطي أكثر من اللي كنت يعني المستصعبات نقول يعني ما نقدر وما كذا، لكن الحمد لله والله بارك الله في الدكتور جزاه الله عنا خير الجزاء وطول الله في عمره، وحتى المشرفين يعني بارك الله فيهم شجعونا دفعوا بينا الحق بارك الله فيكم. كي بارك الله غاليتي، كطالبة في الدراسات العليا كيف استفدتي من الدورة في مجال دراستك، وكم كانت معينة في اختصار الوقت عليك مع أعباء الأسرة والبيت والأولاد والزوج وما إلى ذلك، لأن البعض يعتقد أن الدورة تحتاج إلى تفرغ وأن الشخص الذي لديه أعمال كثيرة لا يستطيع أن ينجز ولا يستطيع أن يصل إلى هذه الإنجازات. هي سبحان الله كل هي في تنظيم الوقت، يعني القرآن يعني ما خلط شيء إلا بارك فيه، يعني سبحان الله. وكنت يعني لنا عن نفسي مشرفة أروى يعني البحث سبحان الله لهذه الدورة كانت يعني فاتحة خير عليا، يعني كنت 7 سنين وأنا نكتب في البحث وكذا وقصدي متأخر ومثلا نتحجج أني ما نيش فاضية وأطفال وكذا ومسؤوليات وما يعني سبحان الله، لكن في الدورة هذه يعني سبحان الله كملت فيها الرسالة ويعني وسلمتها، يعني دعوني إن شاء الله ناقشها وجاز فيها، يعني ما شاء الله، يعني هذا ما له علاقة، هو كلها هي قصة وين هي في الهمة وفي تدريب النفس، يعني نفسك يعني ضروري إنك تعودها إنك يعني تلزمها، يعني كانك قصدي بتطاوحها وكذا، يعني بتأخر بينا، يعني ما بننجز شيء، يعني ما بنديره شيء، يعني في مجال يعني طالب الدراسات ومجال الأدب، وكنت مستصعب إني بنحفظ المتون الشعرية وكيف كانوا يحفظوا فيها، يعني يعني القدامى بالآلاف وبالمية ألف بيت، يعني سبحان الله، يعني تشجعت وتحمست يعني لدرجة إنها خلاص اشتركت في الدورة 136 وبش نحفظ المتون الشعرية. نعم أيضا لا تنسي أن لديك مهارات تستطيع أن تستغليها في الأوقات البينية، يعني كالمهارة السمعية مثلا، وأنت تقومي بأعمال المنزل أنت استغليت الوقت بالكامل، وأنت خارجة إلى الجامعة وأنت عائدة من الجامعة، يعني كل هذه المهارات والمكتسبات التي في حوزتك تستطيع أن توظفيها على أي مساق، يعني أنت دخلت مساق القرآن لكن تسقطيها على موادك الدراسية، تعرفي متى تبدأي متى تنجزي، تحددي وقت لنفسك ماذا علي أن أنجز في هذا الوقت حسب المستوى الذي وصلت إليه، فبالتالي هي ستختصر عليك الوقت والجهد وكذلك إدارة الوقت مع توجيه القدرات الذهنية بالتوجيه الصحيح بناء على المستوى الذي وصلت إليه من الكفاءة في القدرات العقلية. لا ما شاء الله يا مشرف الحق ما شاء الله، يعني في يعني استفدنا يعني سبحان الله ما شاء الله، يعني ما كنت عن نفسي ما كنت نحسب روحي نوصل المستوى هذا، يعني الحمد لله يعني استفدنا نشتغل مش فاضية طالعة كذا يعني سماعات، ويعني سبحان الله حتى يعني لما خشيت بها الدورة باركت لي في وقتي ونظمت يعني تنظيم
الوقت هذا أهم شيء، تنظم وقتك يعني ضروري تنظم وقتك، يعني تنجز فيه كل شيء تنجز فيه، رغم أني حسيت إحنا مقصرة في هذه لكذا، لكن الحمد لله يا ربي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كنت خايفة وندعي يا ربي يا ربي اشترى نحف نختم يعني في الأيام مباركة مع كذا، لكن الحمد لله يا ربي الحمد لله، بارك الله فيكم. المرحلة الثانية غاليتي كانت مليئة بالإنجازات الرائعة، وقبل ذلك كله كان هناك مجموعة من التقنيات التي من شأنها تعالج جميع عيوب الحفظ حسب مقاييس التدريبات العقلية في الضبط والإتقان، لا يسمح بإتقان أقل من 100% في المرحلة الثانية. فجاءت تقنيات تصفير الأخطاء والحفظ الاستدلالي والحفظ المجنح والتخلص من فخ المتشابهات. كل هذه التقنيات كفيلة بعد التطبيق العملي من قبل المتدرب عليها أن تعالج له عيوب الحفظ، فيكون حفظه متقناً 100% خالي من عيوب الحفظ. كم كانت هذه التقنيات معينة لك إلى جانب أيضاً تطبيق المحفوظ في الصلاة؟ الحمد لله يعني تصفير الأخطاء يعني سبحان الله استفدت منها يعني أكثر، كنت نحفظ صفحة وفي التوقيت 10 دقائق نحفظ 4 صفحات أو 5 صفحات أو يعني أو 6 صفحات، خلاص لما ينتهي الوقت نقوم بتسجيل يعني تسجيل صوتي بالجهاز تسجيل صوتي ونتبع يعني شنو الأخطاء اللي وقعت فيهن، كان وقعت خطأ ولا خطأين نزيد نعاود نقراه مرة ثانية، يعني استفدت منها سبحان الله هذه. وحاجة تانية المحفوظ قعدت نصلي به في الصلاة، يعني سبحان الله يحضر في الصلاة تبارك الرحمن ما شاء الله، الحق استفدت من محاضرة تصفير الأخطاء والحفظ الاستدلالي الحمد لله يا رب الحمد لله، يعني قعدت نصلي به في القيام وصلي به في التراويح الحمد لله يا رب الحمد لله. قدمي نصيحة غاليتي لمن يستمع إليك الآن، لأهلك لأحبابك لكل غال على قلبك، حول إنعاش العقل، أهمية دورة إنعاش العقل كمنهج لصقل شخصية المتدرب من كل النواحي، أهمية إنعاش العقل في توجيه القدرات الذهنية واكتشاف المواهب والقدرات التي أودعها الله عز وجل في العقل البشري، إنعاش العقل لإعانتهم على الحفظ لمن باءت محاولاته بالفشل، إنعاش العقل للتخلص من الشرود الذهني. وجهي نصيحة ورسالة لكل من يستمع إليك وسيستمع لك ولأهلك ولأحبابك. ننصح بكل شخص يسمع بالدورة تدريبات إنعاش العقلي واللي يقودها دكتور علي الربيعي والمشرفين اللي معاه إنه يلتحق بها الدورة، يعني سبحان الله يعني الدورة هذه حياة فوق الحياة، يعني خسارة لمن سمع بها ولم يدخل فيها، خسارة لمن سمع بها ولم يدخل فيها، يعني في ناس تخوف تقول يعني هذا الكلام ما في منه وفي هذا الكلام يعني كذوبة ويعني الكلام هذا يعني مستحيل، يعني ننصحهم. أنا كنت يعني من قبل يعني كنت ما نقول كيف بيحفظ القرآن 10 أيام، كيف يحفظ القرآن 10 أيام، يعني هذا يعني هراء، هذا يعني مستحيل، هذا كذا، لين وقعت فيه الكلام وجربته سبحان الله يا ربي سبحان الله مع التدريبات من عاش العقل، يعني فك الصعوبات يعني شيئا فشيئا من 6 ساعات إلى حاجة 3 دقائق سبحان الله، يعني كيف يتغير المتدرب يعني من شيء يعني سبحان الله يعني شتانة بين الثرى والثريا، كانت ترديني الوراء بوريري يعني في 6 ساعات كنت نضحك عن نفسي نقول 6 ساعات نحفظ فيه 6 صفحات معقولة، 6 ساعة يعني صفحة واحدة يعني ساعة ننجز فيها يعني كم هائل من الصفحات، يعني سبحان الله. يعني ننصح كل من يسمعني، ننصح كل من يسمعني إنه يدخل يلتحق بها الدورة، يعني خلي بصمة في حياته، ويعني أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أنكم لن ترجعون، إن عندك هدف في هالحياة وعندك كذا، يعني تحفظ كلام الله، يعني في يعني ما في يعني شيء يعني من أجل وأرفع وأنبل من حفظ كتاب الله، يعني وحتى ولو كان صفحة ولو كان كذا، يعني كلام الله يعني كلام خالقنا كلام كذا، يعني نضحي بكل شيء من أجل نحفظ كتاب الله، يعني نضحي بالدنيا، نضحي بملذاتها بشهواتها، يعني نضحي يعني سبحان الله، يعني هي حفظ القرآن
يعني خير في الدنيا والآخرة، هو حياة. تب القرآن، تب الدنيا تلقاها في القرآن، تب الآخرة تلقاها في القرآن. يعني سبحان الله، يعني يضيع في أوقات يعني على النت وعلى المواقع التواصل الاجتماعي بالساعات وكذا، لما نقول احفظ مثلا احفظ صفحة ولا احفظ صورة كذا، يقول لك لا أستطيع وما عنديش وقت وما عندي كذا. يعني سبحان الله، دورة إنعاش العقل يعني سبحان الله تدفع بينا، يعني تدفع بك إلى الأمام يعني، وتشجع يعني، ومشرفين يعني قائمين عليها وكذا، ومسؤولين يعني يوجهوا بنصائحهم وإرشاداتهم وكذا، يعني يزول العوائق، يعني ما يتركوا المتدرب يعني هكذا يعني. يعني سبحان الله، يعني في محاضرات إضافية والمساندة والقاعات المحاضرات، يعني سبحان الله إتقان 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 إتقان، يعني درجة لا توصف، يعني منبهرة بها لدرجة لا توصف. أنا لدرجة أنني قبل من تبدأ الدورة نحكي لقريباتي ونحكي لخواتي وكذا، راهو فيه وراهو خش وراهو كذا تستفيد، ولا استفدت يعني استفدت منها استفادة ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني في مسؤولين، يعني في يعني مشرفين، يعني ما يعني دورة، يعني إدارة، مؤسسة يعني مرتبة، يعني بما تعنيه الكلمة. يعني سبحان الله، وأنا اللي حاجة اللي عجبتني فيها وشجعت على أكثر إن المعاهدة، يعني ما يخلوكش لما تحفظ القرآن إنك كده خلاص حفظت 10 أيام، خلاص 10 أيام ثانية زيد تعود مرة ثانية، في معاهدة بالقرآن يعني يوقفوا معاك ويسمعوا عليك. يعني ننصح بكل من يسمع بيها من كل من كده إنه يلتحق بالدورة إنعاش العقل، يعني حقيقة لا سراب، حقيقة يعني حقيقة يعني جربتها سبحان الله يا ربي سبحان الله. يعني يعني ما لا يدخل في هذه الدورة يعني قصدي خسر يعني، خصوصا مع الملهيات ومع كده مع المشاغل، يعني على الأقل تحصل ساعة ساعتين سبحان الله تنعش عقلك يعني بصرك وفكرك، يعني تتثقف دينيا، يعني سبحان الله يا ربي. يعني الدورة هذه يعني دورة يعني الدورة يعني تستفيد منها بجميع يعني الثقافات، يعني مش حفظ القرآن فقط، يعني ثقافة إسلامية، كانوا الصحابة وكان الرسول عليه السلام، يعني في نماذج قبلنا، في نماذج كذا ما في يعني صحنا، كنت ما مصدقة كيف يقرأ القرآن يعني في جلسة واحدة في يومين كذا، يعني في اليوم يختم قداش الختمة، يعني شنو هذا، يعني عندهم ناس يعني عندهم قوة خارقة عنا، عندهم كذا فيهم حاجات مميزات. لا يعني لما الدكتور يحكينا وكذا، يعني في ناس عاديين زينا، يعني ما فيهم فرق بين إلا الهمة والإرادة والصبر والعزيمة. بارك الله فيك غاليتي، ما شاء الله تبارك الرحمن، حفظك الله، إن شاء الله تكوني دائما متألقة يا إيمان، وبإذن الله عز وجل نسمع البشريات في مساقات متنوعة أيضا في المتون وفي اللغات، حيث توفر إنعاش العقل لكم العضوية الدائمة مدى الحياة. بارك الله فيك وبارك الله عليك وحفظك الله. بارك الله فيك وفيك غاليتي، إذا لديك ما تقولي تختمي به تفضلي. بارك الله فيكم، بارك الله في دكتور علي الربيع والمشرفين، يعني بارك الله فيكم على سعة صدركم وسعة بالكم، يعني ربي يبارك لكم في صحتكم في أولادكم في مالكم، يعني يعني يجعلكم دخر لهذه الأمة ورفع بالدين الإسلامي ورفع بكتاب الله، يعني بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. حفظك الله يا إيمان، وفقك الله ما شاء الله، اللهم بارك. قلوا جميعا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Recording stopped. تفضلي غاليتي المسيرة خالدي، معك الصوت والكاميرا، تفضلي. معك الصوت والكاميرا، تفضلي. تفضلي المسيرة خالدي، تفضلي. طيب إذا عندك مشكلة في الصوت أو في الإعدادات أو ما إلى ذلك ممكن تضبطيها. نعم تفضلي افتح الصوت.
تسمعينني؟ نعم غاليتي أسمعك. فضلا تضعي الجوال بالعرض، بارك الله فيك. بارك الله فيك. ترجعي قليلا إلى الخلف أو تبعد الجوال عنك قليلا. لا المستوى هذا ممتاز، لكن ارجعي إلى الخلف. نعم هكذا جيد. نعم بارك الله فيك. طيب تفضلي غاليتي الآن على بركة الله. Recording in progress. ساق التدريبي الدفعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني به ما نسيت، وعلمني به وعلمني ما جهلت منه، وارزقني تلاوته أنا الليل وأطراف النهار. اللهم اجعله لي شاهدا، اللهم اجعله شاهدا لي لا شاهدا علي. اللهم لك الحمد والشكر على هذه النعمة، نعمة القرآن، نعمة الرفقة الصالحة، نعمة الإسلام، ونعمة التدريبات العقلية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله أبدأ. الاسم المسيرة خالدي، السن 47 سنة، مساقي القرآن الكريم، بلدي المغرب، تخصصي تجارة وتسيير مقاولات، العمل مساعد تنفيذي لمسير شركة تجارية. دخلت التدريبات العقلية، وأهم إنجازاتي هو كسر الحواجز الصغيرة، وكسرت حاجز الدقيقة سمعي ودقيقتين عفوا بصري ودقيقتين سمعي. ما شاء الله عليك، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أولا نجدد لك التهاني والتبريكات بنيل هذا الشرف العظيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكذلك تألقك في الحواجز التدريبية. ماذا عن مهارة القراءة البصرية، تلك المهارة الحصرية، ومتواليات هذه المهارة عليك، وكيف كان لها الأثر في التصاعد في النتائج لديك، وكذلك التخلص من الشتات الذهني والإعانة في الحفظ؟ في البداية قبل أن أتكلم على المهارة البصرية، لكي أصل إلى المهارة البصرية، بدأت مسيرتي في التدريبات العقلية بالفحص 6 ساعات، بحيث قيمت بعد حفظ 6 ساعات في القدرات العقلية، فتوجهت إلى الطلاقة القرائية، لأنني كنت لا أفقه شيئا في الأحكام، وكنت لا أحفظ شيئا في القرآن إلا بعد بدايات سورة البقرة، ولكنه كان متفلت وغير متقن، بحيث من لا يحسن القراءة بالأحكام لا يستطيع أن يحسن الحفظ. توجهت إلى الطلاقة القرائية بعد نجاحي في وتميزي في الطلاقة. بعدها أحيلت إلى دورة مرحلة الإنعاش العقلي، وهناك بدأت مسيرتي الحقيقية مع التدريبات العقلية، بحيث فيها عدة تطبيقات، عدة مواد، عدة معارف، عدة علوم، ممكن أن أجمع ذلك في كلمة علوم. تلقينا محاضرات عدة، كم هائل من العلم والمعلومات والمعارف التي كنت أجهلها أنا شخصيا، بحيث كان تخصصي فرنسي وليس عربي، كانت حتى لغتي العربية كنت لا أستطيع التكلم بالعربية بهذه الطريقة، كانت لغتي ضعيفة. لكن في الطلاقة القرائية اكتسبت مهارة التكلم بالعربية، واكتسبت مهارة القراءة بالحذر، وأصبحت أقرأ القرآن الكريم قراءة صح. هي قراءة صحيحة للمبتدئين، لكنها صح بالمقارنة ما كنت عليه في السابق، وأحمد الله تعالى وأشكره على هذه النعمة، بحيث أكرمني الله بهذه الدورة، دورة التدريبات العقلية وإنعاش العقل.
في دورة التدريبات العقلية وإنعاش العقل في المرحلة الثانية في المرحلة الأولى تلقينا عدة تدرب على عدة مهارات، وخاصة ثلاث مهارات بالتحديد: مهارة القراءة البصرية والقراءة بالنظر بالبصر، ثم القراءة المهارة السمعية. بالنسبة للقراءة البصرية كان شيء السريعة التصويرية كان شيء جديد علي، كنت لا أعرفه. في البداية في التدريبات في المحاولات التقييمية لأول تجربة في القراءة البصرية قرأت 13 صفحة، حيث كنت لا أعرف كيف أقرأها ولا كيف أتعامل معها. قرأت من أول القرآن، من أول سورة البقرة 13 صفحة. بعدها أصبحنا نتلقى توجيهات من المشرفين ومحاضرات من الدكتور علي جزاه الله خيرا عنا. تطورت مهارتي في القراءة البصرية، الآن بحمد الله وشكره أصبحت أتجاوز 500 صفحة، ما بين 520 580، يعني لم أختم بعد، ولكن أنا مصرة لكي أتدرب أكثر حتى أختم إن شاء الله. الله عليك تبارك الرحمن. ماذا عن جلسات السماع وكذلك الحفظ الكمي في حفظ الأحاديث، وكم كانت مؤثرة هذه الورشات عليك في استعادة المهارة السمعية وكذلك الضبط والإتقان وحفظ ما تسمعيه بدون تكلف وبإتقان، وكذلك بالنسبة لحفظ كلام سيد الأنام، ما الإضافة التي أضافتها لك؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بالنسبة لجلسة السماع كان شيء جديد بالنسبة لي. في الأصل المهارة السمعية أو الحفظ بالسماع أو إعادة المحفوظ بالسماع من مرة واحدة أو من مرتين أو من ثلاثة كان شيء جديد علينا، لأن المهارة السمعية كانت من بين المحاضرات التي كانت أثرت علي، لم أكن أعرف إلا من خلال ما محاضرة الدكتور بأنها مهارة من لا مهارة له. كان هذه المهارة كانت مهملة بالنسبة لنا، نحن كنا لا نعرف الحفظ بالسماع نهائيا. بالنسبة لي أنا كنا نقرأ أو نحفظ سماعا عندما كنا صغارا في الكتاب، على أساس أننا كنا لا نعرف القراءة ولا الكتاب. أو بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة خاصة المكفوفين لا يستطيعون الرؤية، فهم يحفظون بالسماع، يعني هم مجبرين، تلك هي الوسيلة الوحيدة لكي يحفظوا. أما بالنسبة لنا نحن الذين ننعم بالبصر لن أهملناها كل الإهمال، يعني لم نعطيها حقها ولم نقوم بتطويرها واستعمالها على أحسن وجه. بالنسبة للجلسات مع الدكتور أفادتني كثيرا، أولا كانت كتحدي وكتجربة جديدة بالنسبة إلي، كنت أحضر التدريبات وجلسة السماع مع الدكتور علي جزاه الله خيرا، حضرت معه الجلسات السماع من خمسة مرات، الإعادة من أربعة، من ثلاثة، حتى وصلنا إلى مرة أو مرتين. بالنسبة لي أنا الآن أستطيع الحفظ سماعا من مرة أو مرتين، وإذا أردت التثبيت ثلاث مرات إذا كان شيء هكذا قوي جدا أو جديد علي جدا أو صعب في بعض الكلمات الصعبة من ثلاث مرات، ولكن الأهم هو مرة مرتين ثم أسرد ما سمعت. بالنسبة للحفظ الكمي حضرت جميع محاضرات الدكتور علي في الحفظ الكمي، بحيث حفظت 40 نووية مع الدكتور في 45 دقيقة، وحفظت 70 حديث مع الدكتور وحس و 150 قبله، ثم حس المسلم 267 حديث، ثم أخيرا 300 حديث حفظتهم كلهم. في الحقيقة كان شيء جميل وإحساس جميل، يعني
أشعر كأنني أنجزت إنجازا، لأن بالنسبة لي ربما أنني أتقبل أن أحفظ القرآن، يعني يأتي مألوف لي في ذاكرتي وسلس وسهل الحفظ، لكن أن أحفظ الأحاديث فهذا مستبعد وثقيل جدا وصعب جدا، صعب جدا، لا أستطيع أن أحفظه، ممكن أن أقرأه ولكن لا أحفظه. لكن هذه التجربة كانت تجربة بالنسبة لي تجربة مهمة جدا، واستطعت تحديها وتحدي نفسي فيها. ما شاء الله عليك. نعم، لكل مجتهد نصيب، وعلى قدر المجاهدة تكون المشاهدة. حدثينا عن المرحلة الثانية والضبط والإتقان في هذه المرحلة بما فيها من تقنيات تعين على التخلص من عيوب الحفظ كتصفير الأخطاء، وكذلك الحفظ الاستدلالي وفخ المتشابهات والحفظ المجنح والتطبيق العملي، وخاصة أيضا التطبيق العملي للصلاة بالمحفوظ. بالنسبة لكل محاضرات المرحلة الثانية من الحفظ، هي أساليب وتقنيات كان لابد منها وضرورية قبل بداية، قبل التطبيق، قبل العمل على الحفظ الاستدلالي. بالنسبة لي هي محاضرات مهمة وأفادتني كثيرا بما فيها تصفير الأخطاء، بما فيها المتشابهات. بالنسبة لي المتشابهات لم يكن لدي مشكل مع المتشابهات. لماذا؟ لأنني بالنسبة لي رأيي الشخصي بأنني أنا كل حفظي فهو جديد، لا أفقه في المتشابهات ولا أعرف المتشابهات، لم أشغل بالي في المتشابهات، كنت أحفظ الصفحة كما هي، عندي 15 سطرا، عندي وجه أحفظه كما هو ولو فيه متشابه مع، يعني في سورة البقرة هناك عدة متشابهات في نفس السورة، فلا أهتم بها، يعني أتجاهلها، أحفظ الصفحة كما هي، يعني لم يكن لدي مشكل مع المتشابهات. وعندما حفظت حفظا استدلاليا للقرآن بكامله لم أنتبه ولم أعر اهتماما للمتشابهات، وهذا ساعدني كثيرا. يعني أنا لم أدرس متشابهات من قبل ولم أعرها اهتماما. بالنسبة لأهم شيء أعرته اهتماما واهتميت به وهو الحفظ المجنح، بحيث أنني أخذت هكذا، يعني مثلت الصفحة كأنها طائر، وأن آخر آية وأول آية من بعد الآية التي أريد أن أحفظها كأنها جناح، وهكذا أتخيل بما أنني أنا مع كثرة القراءة البصرية أصبحت أغمض عيني فأرى الصفحة التي أريد أن أسردها، أراها هكذا، وخاصة في الأوائل، يعني في النصف الأول من القرآن، فيتمثل لي وأتصور أتخيل الوجه أمامي، ثم أتخيل بأن آخر أول آية وآخر آية بعد الوجه بأنهم كجناحين للطائر، فهذا بالنسبة لي هو الحفظ المجنح، وهكذا أستطيع أن أربط بين الأوجه، هذا نفعني كثيرا. وبالنسبة للقراءة التصويرية، أنني كان لدي ربما أقول بأنه بالفرنسية يعني أنديفو، يعني كان لدي يعني شيء أنني دائما أخلط ما بين الواو والفاء، يعني ربما أريد أن أقول في حرف، يعني تقصدي إبدال حرف مكان حرف، أجل يعني أبدل، يعني هو في الحقيقة هو لحن جلي، يعني لا يجب أن أفعله، ولكن كانت لدي هذه هي شيء سيء بالنسبة لي ويرهقني يعني ويفسد حفظي، لكن عندما أخذنا علي عن الدكتور المحاضرة التصويرية أصبحت يعني أخذت قلم الرصاص وأصبحت أسطر على كل حرف أنا أبدله، أسطر عليه، فعندما أصل إلى تلك الآية أتصور بأنني وضعت الخط، يعني هكذا أغمض عيني يظهر لي الخط، وبالتالي لا أخطئ، هكذا نفعتني هذه التقنيات حتى استطعت أن أكمل حفظي الاستدلالي بدون أخطاء.
بالنسبة لأول مرة أمرنا الدكتور بحفظ وجه من في 10 دقائق والصلاة به، كانت من أجمل اللحظات وأروعها، بحيث كان قلبي يرفرف لأن أول مرة أصلي بالمحفوظ، يعني رغم أنني كنت أصلي ولكن كانت الصور صغيرة، ولكن أن أختار صفحة مثلا من سورة البقرة وهي حفظ جديد وأذهب للصلاة به، هو إحساس جميل ورائع جدا، لدرجة أنني والله العظيم والله يشهد علي أنني بكيت عندما سردت الوجه في الصلاة، بكيت. وفي الحقيقة أنني قرأت وجه في الركعة الأولى، قرأت وجه أنا أحفظه من قبل، والحفظ الجديد هي كانت الركعة الثانية، والله العظيم بكيت، الحمد لله على هذه النعمة. نعم، اللهم أدمها نعمة، هذه دموع الفرح، ما شاء الله تبارك الرحمن، زادك الله من فضله. ماذا عن المحاضرات بصفة عامة؟ يعني كيف أثرت المحاضرات بتغيير تصوراتك الخاطئة بالتصاعد لديك والتحسن المستمر؟ ما شاء الله، المحاضرات في دورة الإنعاش، كل المحاضرات فهي محاضرات قيمة بمعارفها بعلومها، كل تلك العلوم كنا نفتقر لها، كنا نفتقد لها كثيرا، ليست هي محاضرات تعطيك العلم، زائد أنها تعطيك الكلمة والمعرفة، وتربي وتهذب لا وتعلم، يعني ليست هكذا محاضرات وبس، يعني محاضرات أن من خلالها أخذنا بعض المعلومات، ولكن محاضرات هدبتنا وربتنا وغيرت من معتقداتنا القديمة، معتقدات كثيرة جدا خاطئة اكتسبناها على مر الزمان منذ أن حيينا، يعني منذ الولادة أن اكتسبنا عدة معتقدات، وتلك المعتقدات هي سيئة، منها الحسن ومنها السيء، ولكن أكثرها في مجال إنعاش العقل فهي سيئة. هذه المكتسبات اكتسبناها سواء في الشارع أو في البيت أو في المدرسة، تلك المعتقدات تغيرت بهذه المحاضرات، وأكثر المحاضرات كانت أثرت فيها هي أعطال الذاكرة، وخاصة المشكلات المدمرة للذاكرة، ومن بينها كنت أعاني منها وهي قلة النوم أو عدم النوم، يعني بحيث أنا كنت أنام 3 ساعات، يعني نومي كان متقطع جدا، وكنت أعاني من صداع في الرأس بسبب ذلك، كنت أحفظ بعض الأشياء، أنا أقرأ بعض الأشياء وأنساها، فأقول لماذا أنا أنساها، حتى جاءت محاضرات أعطال الذاكرة، بحيث بأن فهمت واستوعبت بأن عدم النوم وأن سوء التغذية، بأن استعمال العقل في غير محله أو بطريقة خاطئة، فهذا يساهم في التدهور المتسارع للذاكرة، بحيث يصبح الدماغ لا يستطيع أرشفة ما هو موجود بالذاكرة القصيرة المدى، ويرسلها إلى الذاكرة بعيدة المدى. وقد كنت بقي في ذهني ما قاله الدكتور بأنه أن الإنسان منا يحفظ الصفحات بالعشرات ولكن لا ينام، ولكن في الصباح لا يجد شيئا، يعني الذاكرة لديه لم تتجدد ولن تتجدد، يعني خلاياها لن تتجدد، بحيث لا تستطيع أن توثق الحفظ وتؤرشفه. وبالإضافة إلى المحاضرة اللي تكلمت عنها في الأول وهي الحفظ السمعي، هذه كانت هي مهارة لمن لا مهارة له. ما شاء الله عليك، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما رأيك بأهم ميزة تفردت بها إنعاش العقل وتفرد بها المحاضر الدكتور الربيعي من وجهة نظرك في ضوء تجربتك؟ من ضوء تجربتي بأن التدريبات العقلية أراها كإحياء للتراث الإسلامي،
وهذا التراث قد نسيناه وأقبرناه على مدى السنوات وتدهور وقل سنة بعد سنة. بالنسبة للتدريبات العقلية من هذه الناحية أراها هي عصارة لمجموعة من المجهودات والتجارب. هذه التجارب هي علمية وناجحة قام بها الدكتور ومشرفيه وقاموا بتطبيقها على آلاف من المتدربين قبلنا نحن، وهؤلاء المتدربين أنعشت عقولهم وحفظوا القرآن وأبدعوا في كل المساقات وكسروا جميع الحواجز وأكثر من ذلك. بالنسبة للدكتور علي، هو أنا أقول له الموسوعة الجامعة العالمة، هذا ما أقول له. سبحان الله العظيم، هذا الدكتور ما شاء الله بارك الله فيه، أسلوبه متميز ومدروس، يعتمد على وسيلة قوية للإقناع، له قدرة قوية على الإقناع وتغيير القناعات الخاطئة المكتسبة بحيث تشعر أنه يخاطب القلب والعقل معا في نفس الوقت. بالإضافة أن له وسيلة أو طريقة جد بسيطة للتواصل مع جميع المتدربين. هذه الطريقة نتلقاها جميعا نحن في مستوياتنا الثلاثة، يعني العبقري والنابغة وكبير الشخصية، كما قامت المؤسسة بتقسيم هذه المجموعات إلى ثلاثة. هؤلاء سواء العبقري أو النابغ أو كبير الشخصية على اختلاف مستوياتهم الثقافية وعلى اختلاف جنسياتهم وعلى اختلاف قدراتهم العقلية، فهم الكل كنا نتلقى نفس المحاضرة بنفس الأسلوب البسيط ونفهمه ونستوعبه جميعا. ما شاء الله على الأستاذ أنني كنت أشعر بالسعادة وأنا أتلقى المحاضرة، بسعادة كبيرة بحيث لا أتمنى أن نهاية المحاضرة ولا التدريبات. يعني مع الدكتور علي كان الوقت يمر بسرعة جدا. نعم، بارك الله فيك. نعم، هي محاضرات قيمة جدا ولها إسقاطات عملية مباشرة. نعم، تأثير مباشر في التصاعد. أريد أن أضيف شيء. نعم، إلى جانب الدكتور علي فهناك المشرفين ما شاء الله، المشرفين هم أناس يعني خلية نحل، أهمهم الوحيد هو أن يساعدونا كمتدربين أن يخدمونا ويطورون من عقولنا، يريدون أن يجعلنا في نوابغ شخصيات مثالية. أحسن شيء نتلقاه منهم هي المعاملة الطيبة الحميدة، هو الكلام الطيب، هو القلب الرحب، هو الكلام الجميل. كانوا يعاملون بمعاملة أنا ظننت أنها افتقدت في زماننا الحالي، يعني لا أراها تلك المعاملة في الحقيقة، يعني والله يشهد علي أنا لا أراها إلا في الأفلام الدينية يعني التي تمثل يعني العصر الإسلامي القديم، يعني لا أراها حاليا، لكن وجدتها في مؤسسة التدريبات العقلية. جزاهم الله خيرا عنا صدقا ومعاملة وإخلاصا، جزاكم الله خيرا عنا. حياك غاليتي، بارك الله فيك وبارك الله لك وبارك الله عليك، ما شاء الله عليك. قدمي غاليتي نصيحة لأحبابك ولأهل بلدك وللعاملين في مجالك ولكل غالي على قلبك حول إنعاش العقل، نصيحة في ضوء تجربتك كيف تساعدهم إنعاش العقل في صقل شخصيتهم من كافة الجوانب، وكيف ستكون بالنسبة إليهم منهج متكامل لحياتهم، وكيف ستعينهم على الحفظ للذين أغلقت أبواب الحفظ في وجههم وكذلك آمالهم خابت وظنهم خاب بأن قد يكون هناك عوائق كثيرة وبالتالي توقفوا عن المضي قدما نحو الحفظ وتحقيق أهداف وآمال كانوا يظنون أنها ربما قد تتحقق بعد سنوات وسنوات طويلة. بالنسبة للتدريب داخل التدريبات العقلية وإنعاش العقل، أنا أراها هي تدريبات مهمة
ويجب على كل إنسان كيفما كان على وجه الأرض أن يأخذ بهذه التجربة ويجربها وينعش عقله. وأقول وأنصح كل من يعاني من عسر الحفظ ويعاني من مشاكل الذاكرة ويعاني من النسيان والشرط الديني والتشتت، وأقول له أمانة، إن كنت تريد استعادة الذاكرة المفقودة وتريد مضاعفة قدراتك العقلية عشرات المرات أو بالأحرى مئات المرات، وتريد أن تحظى ببيئة تدريبية علمية تطبيقية، فعليك بمؤسسة تدريبات العقلية. سوف تحظى بالتدريب تحت إشراف مؤطرين مشرفين ومشرفات ميزتهم الإخلاص في العمل والتفاني الدائم. وإن كنت تشك في ذلك فعليك بالتجربة، فإن التجربة هي خير برهان. أم أحسنتي، إلى الميدان يا حميدان. بارك الله فيك غاليتي، حفظك الله، ونسأل الله لك التوفيق والسداد، وننتظر الحلقات القادمة والمساقات المتنوعة إن شاء الله. بارك الله فيك وفيك بارك غاليتي، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، حفظك الله. قولوا جميعا ما شاء الله، كل التهاني والتبريكات نجددها لك غاليتي ولجميع الخاتمين والخاتمات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. تفضلي غاليتي منصورة. Recording stopped. عفوا منصورية بغدادي، تفضلي. تفضلي غاليتي منصورية. معك الصوت والكاميرا يا منصورية. منصورية الصوت معك، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياك وبيك إن شاء الله. طيب، لا أنا لا أرى الصورة، لا أعرف إن كان الجميع أم حاولت الضغط بعد الكاميرا ولكن لها لا تفتح. طيب، جربتي من الإعدادات في الجهاز نفسه جوالك؟ اذهبي إلى الإعدادات واسمحي للزوم بالوصول إلى الكاميرا. أنت معي إعدادات الجوال، أيقونة الإعدادات منها، اذهبي إلى تطبيق الزوم ثم فعلي الكاميرا في الزوم فقط من غير أن تخرجي من القاعة. المنصورية الآن جاهزة. تسمعيني منصورية؟ طيب منصورية، طيب دخلتي بجهاز آخر. طيب أعطيتك الجهاز منصورية، ارفع يدك من الجهاز الذي دخلتي منه منصورية. نعم هذا الجهاز، تفضلي. منصورية. نعم السلام عليكم. نعم الآن وضحت الصورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تضع الجوال بالعرض؟ نعم هكذا. الصورة مقلوبة. تعرفي تسحب الشاشة من الأعلى، تفعلي الدوران التلقائي للشاشة حتى يضبط، لما تضعيه بالوضع الفوقي يضبط معك الصورة. الصورة صحيح بالعرض ولكنها مقلوبة لأنك لم تفعلي الدوران التلقائي. أحلى تسحب الشاشة وفعلي الدوران، رمز قفل هكذا عليه سهم، تفعلي فقط الصورة عليه وتضعيه بالوضع الأفقي خلاص. نعم هكذا. نعم جيد. غاليتي الآن عرفي بنفسك. Recording in progress. تخصص المساق التدريب الدفعة. الاسم منصورية بغدادي خليفي، السن 46 سنة،
البلد الجزائر. المساق التدريب مساق التدريبي هو القرآن الكريم. مجال تخصصي هو الطب، طبيبة. ما شاء الله عليك تبارك الرحمن، زادك الله من فضله. ما هي الثمانية التي أتممت بها الختم ضمن جدول العد التنازلي، جدول الحفظ الاستدلالي، ومشاعرك في تلك اللحظات؟ نعم، ختمت اليوم بإذن الله الحمد لله، وأنا جد سعيدة لأني كنت أتمنى أن أختم في هذه الأيام المباركة من رمضان، والعاقبة للجميع إن شاء الله. اللهم آمين، ما شاء الله، بارك الله لك في هذه الإنجازات الرائعة. إذا الحديث في الإنجازات في التدريبات العقلية من بداية الانطلاقة في 6 ساعات إلى هذه اللحظات، مرورا بجميع الحواجز التدريبية والورش التدريبية في جلسات السماع والحفظ الكمي. نعم، أنا كنت من مساق دفعة 132، كنت بدأت بمساق اللغات والحمد لله ختمت الموسوعة، ثم في هذه الدفعة دخلت مساق القرآن الكريم. في 6 ساعات فحص 6 ساعات حفظت صفحة في مساق اللغات. أما بالنسبة للحواجز البصرية فوصلت إلى الحاجز 5 دقائق البصري. بالنسبة للحاجز السمعي وصلت إلى 10 5، هو كذلك 5 ساعات 5 دقائق والحمد لله. تمرنت على الحاجز 3 دقائق هو وصلت إليه، ولكن لم أطبع الحالة. بالنسبة للقراءة البصرية الحمد لله أنا بين وصلت إلى بين 400 وإلى 450، والآن ما زلت أكثف التدريبات لكي أحاول أن أصل إلى الختمة إن شاء الله. والإنعاش السمعي ما زلت الحمد لله عندما أقوم بالأعمال البيتية دائما أسمع وأقوم بالعمل، والحمد لله ساعدتني القراءة البصرية مع الإنعاش السمعي في الحفظ السريع للصفحة. بالنسبة للحفظ الكمي في هذا المساق تدربنا على 40 نووي حفظته الحمد لله، بالنسبة ل70 حديث حفظته في 40 دقيقة والحمد لله الحمد. وكنت أتدرب مع ابني وهو كذلك ختم في اليوم العبقري محمد، هو ختم في اليوم الرابع. كنت أتدرب معه دائما في التدريبات وأقوم بالتدريبات الإضافية معه دائما الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، الأم تتنافس مع ابنها. نعم، كنا نتنافس على التدريبات. ما شاء الله الحمد لله. لا الله أن يقر عينك به وجميع أبنائي أدخلتهم هذه الدورة. عندي 2 هما في الطلاقة والحمد لله من المتميزين، والأخرى في مساق اللغات كذلك 3 في مساق اللغات. ما شاء الله ما شاء الله، أنعم وأكرم من هذه العائلة المباركة والأم الصالحة التي اختارت البيئة المناسبة لأبنائها. طوبى لك إن شاء الله عليك، ما شاء الله. يعني أجواء ولا أروع في المنزل في هذه الأيام المباركة بالتنافس على موائد الرحمن. ما شاء الله. نحن كذلك كل العائلة تتنافس وتدرس التدريبات الحمد لله. دائما نقاشنا هو التدريبات في الأسرة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله تبارك الرحمن. كيف إذن رأيت التدريبات على أبنائك في صقل شخصيتهم وثقتهم بأنفسهم؟ وكأم أكيد كل أم تعاني في الدراسة مع أبنائها والواجبات والاختبارات والقلق والتوتر. هل الدورة اختصرت لهم كل هذا، اختصرت عليك كل هذا العناء، ويعني حملت عن كاهلك هذا العبء
عندما يكون لديهم اختبارات تكوني أكيد قلقة ومتوترة للمذاكرة وما إلى ذلك، هل لديهم تصورات خاطئة مثلا أن هناك ذكي هناك غبي كما ينعت بعض المدرسين في المدارس للأسف بالتلاميذ ويصنفونهم وفق هذه التصنيفات، وكذلك بالنسبة لوقت الدراسة هل كانوا يدرسون بوقت مفتوح أم هل الآن ضبطت الأمور معهم بشكل عام وبصفة عامة؟ الحمد لله لاحظت أن مع دخولهم هذه الدورة أن الوقت تغير على ما كان عليه من قبل. لاحظت فيهم أن الدقة والدقة في الوقت وأنهم زادت لديهم القدرات على الحفظ على ما كانوا عليه من قبل. بدأوا في مستواهم يزداد كل مرة. النقاط الحمد لله نقاطهم جيدة بفضل هذه التدريبات، يعني أتاحت لهم المجال والحمد لله إلى النمو والازدهار في حياتهم اليومية. وأنهم كانوا بدأت بعدما كانوا الوقت يهدرونه في الألعاب الإلكترونية نقصت هذا الجانب نقص لديهم والحمد لله. أصبحوا الآن مع القرآن مع اللغات مع كل واحد كل 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 واحد ولديه مساقه والحمد لله. الحمد لله، إن شاء الله يكونوا متفوقين في دراستهم وكذلك في الإنجازات في الدورة. آمين إن شاء الله يا رب. ماذا عن محاضرات الدكتور بالنسبة إليك شخصيا وبالنسبة لأبنائك أيضا، يعني خاصة سلسلة أعطال الذاكرة والتنبه إلى كل ما يسبب أعطالا للذاكرة وتغيير التصورات الخاطئة ونسفها، وما أكثر المحاضرات برزت لديك؟ محاضرات الدكتور هي محاضرات قيمة تشد الانتباه، تتميز بالإقناع وتحتوي على الأدلة والشواهد من القرآن والسنة. هي أهم محاضرات التي شدت الانتباه هي محاضرات إعطاء الذاكرة مع القراءة البصرية والإنعاش السمعي. بالنسبة لإعطاء الذاكرة هي شدتني الانتباه كثيرا، بالنسبة كان عندي نقص لم أكن أنا بالنسبة للنوم كانت عندي ساعات قليلة للنوم، كانت بالنسبة لي نتيجة أني كنت أحفظ وأنسى كثير، كان عندي النسيان كثير، فلما سمحت المحاضرات تنبهت لهذه النقطة أني لم أكن أنتبه لها وكنت أصلحتها والحمد لله. فبدأ مع الغذاء والنقص الفيتامينات فتحسنت تدريجيا والحمد لله. أما بالنسبة للقراءة البصرية فهي محاضرة شيقة لم أكن أسمع بها من قبل، هي والإنعاش السمعي، والحمد لله الآن أطبق كل ما يقوله الدكتور، حتى أني كنت أحضر في الصباح والمساء لكي أركز على المعلومات لأنها كانت معلومات كثيرة وقيمة. المرحلة الثانية كم كانت فارقة بالنسبة إليك وضرورتها قبل الشروع في جدول العد التنازلي ومشروع التخرج والتطبيق العملي في الحفظ في 10 أيام، فتقنية تصفير الأخطاء، لأن المقاييس في التدريبات التقلية للضبط والإتقان في المرحلة الثانية يعني لا يجوز للمتدرب أن يكون إتقان أقل من 100%، تصفير الأخطاء وكذلك الحفظ الاستدلال وفقه المتشابهات وأيضا الحفظ التصوير والحفظ المجنح والصلاة بالمحفوظ. المرحلة الثانية كانت محاضرات كذلك قيمة أكثر من المحاضرات الأولى. بالنسبة للحفظ المجنح هي ساعدتني كثيرا في الحفظ لأني كنت أحفظ كل ثمن لوحده، وبالتالي عند السرد دائما أنسى
وكذلك تصفية الأخطاء. الآن الحمد لله أحفظ بدقة بدون أخطاء. كذلك بالنسبة بالنسبة للحفظ المصور كذلك ساعدني كثير، لأني كنت في بعض الأحيان أن أعيد الخطأ عدة مرات، ولكن بالطريقة التي منحها الدكتور لنا أصبحت أدقق في محفوظاتي أكثر وأكثر ولله الحمد. بماذا تفردت إنعاش العقل وبماذا تفرد المحاضرة الدكتور الربيعي؟ تميزت التدريبات العقلية بأنها تعمل ليلا ونهارا تعمل ليلا ونهارا بطاقم من المشرفين المشرفات، وعلى رأسهم الدكتور علي الربيعي في إحياء القدرات في إحياء المهارات النادرة التي كان يتميز بها المسلمين من قبل، والذين أبهروا العالم بكثرة محفوظاتهم، وأنها كذلك هي الدورة الوحيدة التي أنها تتابع متدربيها بالنسبة للمعاهدة لكي لا يذهب تذهب جهودهم هكذا هباء منثورا. وبالنسبة لتجديد الاشتراك أنهم تدفع لي مرة واحدة، وأنها عند تجديد المساق لا تدفع رسوم، وهذا لا أجده إلا في التدريبات العقلية. قدمي غاليتي نصيحة لمن يستمع إليك الآن أو سيستمع لاحقا حول إنعاش العقل، وأيضا لكل أم، بما أن أبنائك في التدريبات العقلية، لكل أم حريصة على أبنائها وتبحث عن البيئة المناسبة، وهل التدريبات العقلية هي البيئة المناسبة لصناعة العبقرية والأخذ بأيديهم لتوجيه قدراتهم الذهنية توجيها صحيحا، وكذلك بالنسبة إليك في ضوء تجربتك وأهمية هذه الدورة لكل العاملين في مجالك في مجال الطب، ومدى حاجتهم إلى دورة إنعاش لكذلك اختصار الوقت والجهد وتوجيه القدرات الذهنية وتسريع الحفظ لديهم. أقول لكل أم أن تسرع في تسجيل أبنائها، لأنها دورة جد مهمة ودورة رائعة لا تجد مثلها في هذا الوقت، وهي تختصر لك كل الوقت لكي يحفظ كتاب الله في مدة وجيزة، وأنها تساعد في مضاعفة الحفظ. فأطلب إلى كل من يسمعني أن يسارع في التسجيل في هذه الدورة للوصول إلى حفظ كتاب الله عز وجل، وإلى تنظيم الوقت، وإلى اكتساب المهارات السمعية والبصرية، وكل وأن يستفيد من هذه الدورة إن شاء الله. بارك الله فيك غاليتي من سوريا، وجعلك الله مباركة، وبارك الله في أبنائك، ونبارك لك تألقك في اللغات بما أنك دخلت مساق اللغات، وكذلك في حفظ القرآن الكريم، وإن شاء الله أيضا العقبة لأبنائك الذين في الطلاقة القرائية إن شاء الله ينطلقون انطلاقة مميزة إلى التدريبات، ونستمع إلى البشريات منهم إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. فيك بارك الله غاليتي، حفظك الله، حماك الله، ما شاء الله، سادك الله، وصدقوا جميعا ما شاء الله لا قوة إلا بالله على هذه الإنجازات وعلى هذه الذرية الصالحة ما شاء الله. Recording stopped. طيب الآن فوزية، تفضلي يا فوزية، معك الصوت والكاميرا أيضا، تفضلي فوزية، تفضلي معك الصوت والكاميرا.
فوزية تفضلي. فوزية معك الصوت والكاميرا. فوزية معك الصوت والكاميرا يا فوزية. تفضلي. فوزية أنت أقفلت الصوت. تفضلي إذا مستعدة تفضلي. فوزية. تفضلي غاليتي. جاهزة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب إلى اليسار قليلا يا فوزية. طيب تفضلي عرفي بنفسك الاسم السن البلد تخصص المساق التدريبي. الاسم فوزية حسين عصمة. البلد ليبيا. السن 50 سنة. التخصص بكالوريوس كيمياء علوم. مساقي القرآن الكريم. الدفعة 134. ما شاء الله عليك، كل التهاني والتبريكات لك أولا بالختم. وما هي المدة الزمنية؟ من جدول العد التنازلي، جدول الحفظ الاستدلالي، ومشاعرك في تلك اللحظات. الحمد لله رب العالمين، مشاعر الفرحة العارمة، مشاعر لا يمكن أن يوصفها الإنسان بكلمات. ختمت اليوم والحمد لله 8 أيام، يعني اليوم الثامن. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله غاليتي، هذا الإنجاز سبقه إنجازات متوالية. حدثينا بإنجازاتك في التدريبات من 6 ساعات مروراً إلى الحواجز التدريبية والحفظ الكمي وجلسات السماع. طبعاً الحمد لله في فحص 6 ساعات حفظت صفحتين وجهان يعني، وطبعاً بصعوبة بضغط وبعدين انطلقنا الحمد لله مع الدكتور علي في مرحلة وفي دورة التدريبات العقلية. الحمد لله بدينا نتطور شيئا فشيئا من حاجز الساعتين إلى الساعة ونص إلى نص ساعة إلى حتى وصلت إلى حاجز الدقيقتين. طبعا لكن الدقيقتين لما أقوم بتطويع هذا الحاجز، يعني اللي 100% هنا حاجز 5 دقائق سمعي 5 دقائق بصري، والحمد لله رب العالمين. هذا طبعا مع اللي مرحل كل شيء، والحمد لله ما كناش نتوقع أن نوصل لهذه المرحلة. أنا كنت سبق أني دخلت في حلقات التحفيظ القرآن الكريم، كنت يعني صفحة نأخذ فيها في يوم كامل بين قراءة وبين كتابة وبين نروح في البيت نحفظها وبين يوم كامل وما نحفظهاش، يعني مرات ما نتقنهاش حتى 100%. الحمد لله طبعا اللي وصلنا لحنا ما كناش نحلم أن نوصل له قبل. كانت مؤثرة جلسات السماع والتنوع والثراء في المحفوظات باستعادة المهارة السمعية، هذه المهارة الفطرية، وكذلك كم كانت مؤثرة ورشات الحفظ الكمي في حفظ الأحاديث؟ طبعا حفظ الأحاديث والحمد لله كل الورشات اللي حفظناها مع الدكتور، ودخلت حتى منحة رياض الصالحين طبعا لكن ما انجزتهاش في الوقت المطلوب، وحتى جزء اللي ما انجزناش طبعا استفدنا منه مسار للحياة بصراحة سبحان الله. احنا كل تعاليمنا وكل قوانيننا وكل أمور حياتنا منبثقة من القرآن والسنة، فكان القرآن عادة احنا دائما نصلوا به ونختموا به في رمضان وغير رمضان، يعني القرآن نمر عليه أغلب الأوقات، بس كانت السنة يعني محدود معلوماتنا بها، ما كناش ملمين بجمع كبير من الأحاديث والسنة النبوية، لكن سبحان الله في الدورة هذه تعرفنا عليها كم كبير من الأحاديث، وكانت لها دور في تقويم حياتنا ومنهج حياة تعتبر، والحمد لله. يعني بنحكي لك قديش استفدنا من هالدورة هذه، كنا حاجات غايبين عليها، يعني ما كناش نعرفوا حاجة اسمها مساق الحديث، نعرفوا صح القرآن ونقروا فيه ونختموا فيه ونقوموا بالصلاة به والتهجد به، لكن بالنسبة للحديث كان يعني كل ما مر بينا في أثناء الدراسة، أثناء مثلا نشوفه برنامج ديني، نشوفه برنامج مثلا في الإذاعة وقناة دينية، ولكن ما كناش نعرف أن حاجة اسمها مساق حديث، يعني تقرأ
كم كبير وكم هائل من الأحاديث، وحفظنا كل الأحاديث اللي مع الدكتور والحمد لله، وكانت يعني إنجاز عظيم يعتبر. وبالنسبة للقراءة، القراءة السمعية معلمتي أنا يعني أكثر حاجة انسجمت معها، رغم أن كان المتدربين يعني يقولوا أصعب حاجة الحاجز السمعي، في اللي من حب بدأ في برنامج الساعة والساعة ونص يقول لك صعب الحاجز السمعي أو الحفظ السمعي. بالنسبة لي أنا شخصيا انسجمت أكثر حاجة مع الحفظ السمعي، أكثر حفظي نحفظ فيه، ومرات نشتغل في أعمال البيت، ومرات مثلا مستلقي حتى عليه سريري ونبي ننام نفتح دائما في السمعي، وكنت نحفظ عن طريقة أكثر. تفهمت معاه 100% يعني برنامج الحفظ السمعي، وهي فعلا هي الأساس في مهارة من لا من ليس له مهارة. الحمد لله أن تعرفنا عليه. الحمد لله، هذا فضل من الله ومنا. المحاضرات بصفة عامة كم كانت مؤثرة بالنسبة إليك، ومدى حاجتك إليها لهذا التحسن المستمر؟ بالنسبة للمحاضرات والدكتور يعني قد كم ندعو عليه يعني ونتكلموا عليه ونتحدثوا ما نقدروش نوصفه بصراحة، ما نقدروش نعطوه حقا. محاضرات مؤثرة في حياتنا اليومية، في حياتنا العملية، في سلوكنا، في كل شيء، سقلطنا من جديد محاضرات الدكتور علي. قديش كانت محاضرات شيقة سلسة سهلة تلامس القلب مباشرة، والله استفدنا منها بشكل غير عادي. من ضمن المحاضرات سبحان الله، من ضمن الموقف اللي نتذكره إن الدكتور علي كانت في محاضرة قال في ناس يعني تتأثر بالموقف وتقعد ماسك الموقف هذا وموقف كل حياتها عليها الموقف هذا. فلان مثلا قال علي، فلان دار لي موقف كذا، سبحان الله أني كنت يعني عندي مشكلة من هالنوع. يوم سمعت محاضرته سبحان الله كله قال لك خليه وراك، وكله يعني إيش إنسان قال كلمة أو لذلك موقف والله توقف عليه حياتك يعني خلاص ما عاش تستمر، ما عاش تتقدم، ما عاش. كنت هذاك اليوم نعاني من مشكلة من النوع هذا، من حيث سمعت محاضرة الدكتور سبحان الله قديش غيرت نفسيتي وتغير المؤشر عندي 180 درجة. يعني هذا مثال بس بسيط، كل محاضراته مفيدة، كل محاضراته شيقة. ما فيش إنسان يدخل دورة التدريبات العقلية إلا ما يستفيد استفادة كبيرة جدا ما يحلم أنه في يوم أنه يتوقع، سواء كان كمل مساقه وصل لآخرة أو ما حالفاش الحظ وما كمل، لكن استفادته حتكون كبيرة كبيرة في كل الأحوال. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين في هذه الأيام المباركة، إن ربي عرفنا على التدريبات العقلية وعرفنا كيف نوصلها وعرفنا الطريق للوصول إليها. وننصح كل من يسمع بها، كل من يشاهدها على مراكز التواصل الاجتماعي، كل من يشاهدها من صديق أو قريب أو حد في قريب منا، إن ما يترددش لحظة في إنه يشجع بالقدرات العقلية، التدريبات العقلية بصراحة. يعني استفدت منها أيضا في حياتك اليومية والعملية؟ طبعا طبعا، استفادة غير عادية لا يمكن أني نوصفها ولا نعطي حقها بالكلام. كم كانت المرحلة الثانية فارقة بالنسبة إليك في الضبط والإتقان قبل الشروع في مشروع التخرج والتطبيق العملي في الحفظ الاستدلالي؟ استفدنا منها كثير المرحلة الثانية في تصفير الأخطاء، في الحفظ المجنح، كيف تربطي الصفحات ببعضها، ما كناش نعرفوا الكلام هذا، إنك تربطي الصفحة الأولى آخر الآية، آخر آية في الصفحة الأولى تربطيها، تربطي معها أول آية من الصفحة الثانية، يعني تدمجيها مع بعضها، ما كناش نعرف نربطه، نحفظه بالصفحة وبعدين نطلع للصفحة الثانية. كان عندنا مشكلة شوية في إنك تطلع من الصفحة الأولى على طول تكملي بتواصلي في الصفحة الثانية، لكن عرفنا هذا عن طريق الحفظ المجنح، عن طريق ترشيد الدكتور بارك الله فيه ربي يحفظه إن شاء الله. كذلك القراءة التصويرية، كان لما عندنا آيات تحسها صعبة شوية تبدأ ترسمها في تصور في مخيلة، في مخيلتك يعني، هذه ساعدتنا على الحفظ واجد. كذلك مثلا
أنا بنحكي لك موقف مع المشرف عبد الرحمن بارك الله فيه ربي يذكره بالخير. الصفحة 7 من سورة البقرة اللي هي قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. شوف قال لنا اربطوا كلمة درنا عليها دائرة باللون الأزرق كلمة الذين كفروا وكذبوا، قال أي الأكبر في العقوبة الكفر ولا الكذب؟ طبعا الكفر أكبر في العقوبة. قال ما تلخبطوش، ما هو سأل المتدرب قال من يجهل لي صفحة 7 في البقرة ناظوه، قال والذين كذبوا وكفروا، والمهم لخبط في الآية. قال أنت اربط اتذكر النقاط هذه، سبحان الله معاش ضاعت مننا الكلمة هذه ولا عاد يعني لخبطنا فيه البرنامج هذا. قال إن الذين كفروا وكذبوا، الكفر عاقبته أكبر من الكذب. وبعدين عطانا تدريبات فترة بعدين رجع قال إن شن كان لون الدائرة اللي درناها، كم كلمة كانت في الدائرة وقلنا له كلمتين اللي هي كفروا وكذبوا، وشن كان لون الدائرة اللي كان عليه الكلمتين هذين قلنا له دائرة باللون الأزرق. يعني شوف كيف إن تقدر تتجاوز الصعاب اللي تصادفك، إن تدير لها لون، تدير عليها دائرة الكلمة، تشوف مثلا الكلمة هذه علاش تحكي تكلم، هذه الآية تحكي على الكفر والتكذيب، يعني الكفر أكبر عاقبته من التكذيب. الكفر قدم على كلمة كذبوا كفروا وكذبوا، يعني هذه ما عاش تضيع مننا، ما عاش انتوهوا فيها الآية هذه، ما عاش نلخبطوا فيها، قصدي استفدنا هلبة 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 حاجات ما كناش نعرفها. الحمد لله رب العالمين. يعجز اللسان عن الوصف وعن الكلام، وعن أحيانا يريح منك الكلام والتحدث على الإنجازات العظيمة والمعارف والحاجات اللي يمنع عليها. مشاعرك وصلت غاليتي، ما شاء الله عليك، ما شاء الله زادك الله من فضله. اللهم أمين يا رب العالمين. سن قد يكون عائقا، ما رأيك في ضوء تجربتك؟ والله قبل لا ندخل التدريبات العقلية كنت نحسبها عائق، يعني مش قلت لك حتى التحقت بحلقات تحفيظ القرآن، يعني تقاعدت من عملي طبعا والتحقت بحلقات تحفيظ القرآن، يعني نويت أني نحفظ القرآن ونحمل كتاب صدري والحمد لله رب العالمين. كان نحسبها يعني العقل والسن لها دور، يعني العقل يحسه يكبر مع السن، لكن هذه حقيقة غير مضبوطة عرفناها من التدريبات العقلية. شفت أنا كنت الدورة اللي فاتت اللي هي 34 قبل هذه 35، شفت وحدة معانا يعني سنها في 75 سنة حفظت قبل الجميع، قبل مجموعة كبيرة من العباقرة الصغار وقبل الشباب اللي في مرحلة الشباب، وما هياش السن عائق أبدا للعلم والحفظ أبدا ما كانت. وكما عرفنا عليه الدكتور طبعا قال إن ما هناكش هي عبارة الذاكرة، قال ما تقولوش ذاكرة، هي مجموعة من الدواكر، قالوا كل نفس التركيبة ونفس عدد الخلايا الدماغية كل نفس القدرات العقلية. يمكن صح يتحكم في الإنسان مثلا شوية الظروف مرات تحيط به ولا حاجة تخليه يتعرقل شوي في كيفية الحفظ أو مثلا السرعة في الحفظ، لكن ما لهاش علاقة بالذاكرة أو بالسن أكيد. وهذا فضل من رب العالمين. نعم هذا فضل الله فيه من يسوع، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. قدمي نصيحة لأهل بلدك ولأحبابك ولكل غالي على قلبك حول إنعاش العقل، كيف ستفيدهم كمنهج لحياتهم وكيف ستعينهم في مشوار الحفظ؟ والله والله معلمتي من الدورة الأولى هي 134 منذ بدايتها ما شفتش واحد قريب أو شفت صديق أو تعرفت علي حد حتى جديد إلا ما تكلمت لكان كل حديثي عليه التدريبات العقلية. والله والله لدرجة إن جوني ناس تخطب في ابنتي، يعني طلبوها للجواز، وناس يعني ما نعرفهمش ما تكلمت على الخطبة ولا على الجواز، كل حديثي كان على التدريبات العقلية، وعرفت عليها الناس اللي جوني وخذوا عليها معلومات وكله، وقالوا حتى إحنا إن شاء الله حنلتحق به مدام دورة حقيقية، قالوا شايفينها على مراكز التواصل الاجتماعي، لكن نقولوا ممكن يعني كيف الناس اللي مترددة واللي ما شافش حد مجرب يعني حقال على تجربته يبدأ الإنسان متردد شوي.
لكن لما أنا قلت لك ما شفتش قريب ولا صديق ولا حد تعرفت عليه إن شاء الله في مصحة ماشية نعاين فيها ونعالج في أي مكان، توجهت إلا ما دويت على تدريبات العقلية، لأن نبي الناس تتعرف عليها ونبي أنا نبني من الأجر والتوى في كل إنسان مثلا يلتحق بهذه الدورة ويستفيد منها، وخصوصا في حمل كتاب الله. يعني كان هذا الهدف الأول قبل كل شيء، سفيرة للتدريبات العقلية بمعنى الكلمة. بارك الله فيك غاليتي، وننتظر تألقك إن شاء الله في برنامج المعاهدة وترسيخ الحفظ، وكذلك في المعاهدة القادمة والمساقات المتنوعة إن شاء الله. معلمتي بارك الله فيك، بارك الله في جهودكم، بارك الله في الدكتور أمد الله في عمره وعطاكم الله أنتم الصحة، وبارك الله فيكم في ميزان حسناتكم، وتتعبوا معانا وهي تو قاعدة أنت، يعني القريب يطلع عليك الصباح وانت معانا ومتعبة في سببنا، بارك الله فيك وزادك الله قوة وصحة انت وجميع المشرفين وجميع كل من مشرف على التدريبات العقلية، لأنكم أسرة غير عادية غير عادية، بارك الله فيكم وفي جهودكم وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله كله. وفيك بارك الله وإياكم إن شاء الله، بارك الله فيك غاليتي حفظك الله. شكرا معلمتي وحفظك الله إن شاء الله. الله يرضى عليك. ما شاء الله تبارك الرحمن، وهذا أيضا من فيض وما زال في جعبتنا الكثير، ما شاء الله لا قوة إلا بالله على هذه الإنجازات الرائعة والنجاحات التي وصل إليها متدرب. نسأل الله أن يوفقهم ويسدد خطاهم ويثبت القرآن في قلوبهم ثبات الجبال الراسيات، إنه سميع مجيب. إذن هكذا أحبتي الكرام نصل إلى ختام هذه اللقاءات المميزة مع الخاتمين والخاتمة، سائلين الله عز وجل أن يثبته في قلوبهم ويطقه على ألسنتهم والعقبة للبقية إن شاء الله. ولا ننسى أيضا أن التسجيل مستمر للدفعة 136، التواصل مع فريق العمل عبر الواتساب والماسنجر لإجراءات التسجيل، ونلتقيكم على خير إن شاء الله في لقاءات قادمة. إلى ذلك الحين نودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونترككم في حفظ الله ورعايته، بأمان الله جميعا، إلى اللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.